الاهلي يهزم انبي بثنائيه نظيفه ويحافظ على الصداره منفردا. كابتن شريف الف مبروك. مبروك. فوز مستحق. لا فوز مهم طبعا. الحمد لله. مهم وفي وقت مهم وتعزيز للمباراه اللي فاتت وشوط تاني بصراحه كل اللي احنا اتكلمنا عنه في اتغير الشوط التاني فعلا. والضغط الخطوط صحيح. والهدوء كان مفتاح وخلق الفوز. فرص واستغلال فرص الحمد لله رب العالمين. النهارده الهدوء في الشوط التاني والتحركات في نفس الوقت من جميع اللعيبه الحقيقه وتركيز اللعيبه برده خلى كفه النادي الاهلي طبعا هي الارجح في اضاعه اهداف واحراز اهداف كنا ممكن نكسب مكسب كبير صحيح. وكل كوم طبعا واللي كان ناقصه حاجه واحده عملها النهارده وبامتياز ديانج. كلكم كنتوا بتقولوا الحقيقه كنتوا بتقولوا ديانج ناقصه حاجه واحده الاختراقات انه يجيب جول انه يكمل الاخرانيه وينفذها لا ده عدى ومحمد شريف بقى يمكن الحسنه بصراحه النهارده انه فتح له السكه وخد الراجل معاه فلقى الطريق اسهل اول ما وصل عند ال 18 مركز في الكره دي وانت بتعيد الهدف ها أي. عشان انت هتستغرب تقول لي يعني وقفنا نتكلم ساعات التحرك السليم برضو بيحرز هدف أي. مش لازم انت اللي بتجيب الهدف يعني الا ان محمد شريف ان شاء الله يتوفق ويرجع تاني لاحساسه بالمكان ويحسن احنا وراك يا محمد والفوز ورا فوز بيخلي اللعيبه كلها ترجع لها الثقه الحقيقه صحيح انا مبسوط للفوز جدا مبسوط من اللعيبه مع بعض والرؤيه رؤيه حسين الشحات مع قفشه حتى هتلاقي كذا كره اتقطعت كان ممكن يروح يجيب قفشه تاني جول تاني وتالت دخول قفشه في الموقع ده واحساسه ان في سبورت لازم يحصل في المكان ده الحاله البدنيه اللي اللعيبه واقفه عليها سوليا النهارده انا ما كنتش عايز اخرج خالص الحقيقه ايقاع في الملعب فوق المستوى الماتش اللي فات بيحرز هدفين والنهارده واقف الحقيقه الكره اليمين والكره الشمال خلى ديانج بوقفه سوليا دي يا ايمن خلى ديانج في هذه الحاله في طمعه ان هو يرقص واحد واثنين وثلاثه مش اول مره ديانج يعملها الحقيقه صحيح علي معلول كالعاده محمد هاني كالعاده عايزين نطمن على كوكا نزل وخرج اتخبط حاجه زي كده يمكن ما حدش لاحظ باله اخد باله ان ربيع نزل مكانه فبرضه نبعد عن شبح الكوره جت في دماغه بس ربيع ما نزلش مكانه قفشه كانوا بينادوا عليه قبل الماتش خدت بالك فراح يرد لهم بتاع مش عايزين يقلع التيشيرت ايوه انا بنقلق دايما على اللعيبه هو انا عجبني تصرف قفشه انه راح للجماهير وبيقول لك ان يعني جمهور الاهلي على دماغه وفانيله الاهلي والنادي الاهلي على دماغه من فوق هو التصرف معلش انذار بقول لك ايه مسموح له بقول لك ايه الانذار ده ده سبب الناس اللي بتتكلم في الميديا بص يقول لك العلاقه بين بتوصل حاجات للعيبه بتوصل حاجات للعيبه مش مظبوطه اطلاقا صحيح الناس بتعشق قفشه قفشه بعد القفشه فاكرها؟ وبعد القضيه ده حته تانية في القلب عند جماهير النادي الاهلي صحيح فكل اللعيبه الحقيقه مش قفشه بس انا ما ببارك لهم برضو وعلى استمراريه انك انتوا قفشوا في النجاح قفشوا في الفوز حلو قفشوا في الفتره اللي انتوا فيها دي انتوا اللي هتكملوا ان شاء الله العدد اللي كان عادل بيقول لي عليه كان ناقص ثلاث ماتشات قبل بطوله العالم اربعه الى ان نوصل لمباراه القمه باذن الله بنفس الاحساس ونفس الشكل كل لعبتنا اللي هي مصابه برضو رجعوا فكل يوم انت بيبقى عندك ايجابيات الايجابيات انك تكسب والمكسب هو ده اللي بيوصلك ان شاء الله للامل صحيح. اللي الجماهير كلها بتتمناها صحيح الف مبروك النهارده والفنيات بقى والكلام من ده لينا نتكلم بعديها ان شاء الله باذن الله كابتن مسمى الف مبروك فوز مهم طبعا فوز مهم جدا بعد الفوز الكبير على بيراميدز لانه المكسب لما بيبقى حلو ويتابعه على طول مكسب بيدي ثقه للفريق وبتدي ثقه للمدير الفني وبتدي ثقه للجماهير بيبقى في حاله حلوه يعني فكان مهم قوي النهارده المكسب الشوط الاولاني احنا يمكن قلنا كميه الجري كانت يمكن متساويه بين الفريقين انبي جري كتير جدا وبرده النادي الاهلي جري كتير جدا بس قلنا ان ما كانش فيه تركيز شويه كان فيه رعونه او استعجال شوي. انك عايز تجيب اجوان بسرعه بسرعه يعني عشان تخلص الماتش بدري لكن الشوط الثاني اختلف تماما كل الاحصائيات في صالح النادي الاهلي يعني لما تيجي تتكلم على كميات الجري هتلاقي الاهلي متفوق جدا في كميات الجري في الشوط الثاني ولما انت بتعمل كميات كبيره خلي بالك بتخلق مساحات وبتخلق فرص ف
فرقه انبي الشوط الثاني ما عرفتش تجاري النادي الاهلي حتى في كميات الجري. يعني هم عملوا مجهود كبير جدا الشوط الاولاني اثر عليهم بالطبع طبعا. اثر معاهم، واضح ان النادي الاهلي واقف على رجله اكتر صح. فكميات الجري خلقت لك مساحات، خلقت لك فرص، خلقت لك حتى ثقه في الاستحواذ والتمرير. ابتدى يحصل خلل في فرقه امبي في الخط الامامي، ما كانوش بيوصلوا زي الشوط الاولاني في ال 18 بتاع النادي الاهلي. نص الملعب ابتدى يتفكك، حتى القلب بتاعهم اتفكك، والجنين اللي احنا جبناهم جايبينهم من العمق مظبوط، واكتر من كوره اتلعبت في العمق. في حصل لخبطه بين الثلاثي كالوشا وخالد رضا ومحمد حامد في كره قفشه، تمريره في العمق حلوه جدا، قفشه بهدوء رقص وحطها ثم كره ديانج اختراق من العمق، يعني اتوسع له، يعني هو اخترق كويس وكمان هم ما قفلوش كويس. أي. فالعمق اخترق عندهم كتير جدا، واكتر من كره بعد كده لحسين الشحات كان حطها فوق العارضه، فرص كتير اتخلقت، وعبد القادر. فالنادي الاهلي تفوق في كميات الجري، اتفوق في خلق الفرص، اتفوق في الاستحواذ على الكوره، اتفوق في الاهداف، جاب هدفين وضيع الروح والتصميم وتركيزه ان انت عايز تكسب الماتش مظبوط. حتى ادت فرصه للراجل مستر كولر انه يغير يعني في تغييرات مزبوط. عملها عشان يعدل حاجات في بس لما مع الوقت كمان غير عشان يدي ثقه لبعض الناس ويحط يعني يدخلهم في الجو يحطهم على الطريق مزبوط. زي ما عمل مع احمد نبيل كوكا وميسي، يمكن في اخر خمس ست دقائق سبع دقائق نزلوا مكان قفشه والسوليه، مش عشان قفشه والسوليه قدوا مباراه كبيره، مش عشان يغير من شكل الفرقه، هو عشان يدي يعني احساس المباريات لواحد زي كوكا وواحد زي ميسي انه كان بعيد جدا عن دماغ او تفكير الراجل في الفتره اللي فاتت. لكن احنا قلنا ان كل لاعب موجود في القائمه في لحظة ممكن يبقى موجود داخل الفريق سواء احتياطي او اساسي او يبقى ليه دور مع الوقت، واحنا شايفين الاصابات اللي بتحصل. فميسي ما كانش بيتحط حتى في قائمة البدلاء صحيح، مع ذلك نزلوه النهارده في اخر 7-8 دقائق على اساس انه يديله يعني يبتدي يدخله جوه فرقة النادي الاهلي. فانا اقصد ان الشوط الثاني كل حاجة اتعملت في صالح النادي الاهلي صحيح، حتى للمدير الفني انه ارتاح في النتيجه، وابتدى كمان يدخل عناصر عايز يديها ثقه زي احمد نبيل كوكا وميسي. فمبروك ونتمنى اللعيبه تستمر على كده يا رب. والشوط الثاني شوط جيد عكس الشوط الاولاني. كابتن عادل الف مبروك، فوز مستحق وحفاظ كمان على صداره الدوري منفرد. واسباب مهمه جدا، 6 اسباب الشوط الثاني ادى للنادي الاهلي انه يوصل للنتيجه دي والاداء الجيد ده. السبب الاولاني قرب الخطوط، قلنا البعد كان في الشوط الاولاني، دلوقتي كان في قرب خطوط عشان كده كنت بتاخد الكره الثانيه. الكره رقم 2 اللعب المباشر، ما مسكتش الكره كتير، عبد القادر وقفشه كانوا بيلعبوا اللعب المباشر والتحرك المباشر. 3 تمركز اللاعبين الاكثر من رائع، ما كانش فيه يعني مخالطه في اداء او في الاماكن، كل واحد بيلعب في الحدود بتاعته او كل واحد بيلعب في مكانه، ودي حاجه كويسه جدا انك انت تبقى في سبورت في كل مكان، عشان كده انت اللي كنت بتتفوق في الثنائيات كلها. الكره الثانيه انت اللي كنت بتاخدها، ده رقم 5. القوه البدنيه رقم 6. اهم بقى الحاجات اللي كسبت النادي الاهلي، القادمون من الخلف، ودي حاجة مهمة جدا. قفشة صحيح، ديانج دايما الفرق، يعني أنا قلت لك 6 أسباب بس ده أهم سبب فيهم، دايما الفرق الكبيرة حتة الزحمة بتبقى في القلب دايما في الناحية الدفاعية قدامه بتبقى كتير قوي، لأن كل الفرق بتلعبه من 30 ياردة الأخيرة. لما يجي لاعب زي قفشة يخترق ويشتغل، بس الباص الهايل من السولية صحيح. ونظرة السولية قبل ما الكرة تجيله انه محضر الباص ويباصيه، وجاري قفشة ان تايم في الوقت ده ويروح وتصرفه، واول ما يوصل للجون قفشة ما يترعش وياخد الجون ويرقصه وياخده على الحتة الثابتة، وبعدين
وصل بعديها ما استعجلش وحب يحطها بسرعه تأنى حد ما يظبطها جوه الجون. كل الحاجات دي دروس كتيره. الجون الثاني ديانج، فانا مش عاوزين اتكلم عن الجون، اكيد هتحللها يا كابتن، ولكن انا بقول لك الست اسباب المهمين دول مخلوك انك انت توصل لده. في بقى سببين عندنا كمان لقدام ترعب اي حد وراك، المكسب ثم مكسب ثم مكسب. الناس اللي وراك مش هيعرفوا يدبدبوا وراك لانه بيخافوا اصلا. ده هم لما بيبقى قدامك وانت بتدبدب من ورا بلغه الكوره بيخافوا، بيبقوا مرعوبين. لكن انت لو مشيت بالخطوات دي تبقى جاي. الحاجه الثانيه تجهيز اكتر من لاعب. النهارده شفنا في 3-4 لعيبه نزلوا اشتغلوا، شادي وسافيو وميسي الجديد، ويعني المكسب بيخليك تأدي. وفي بعديها لما هتروح بقى النادي وبكره وبعده وبعده، انت عندك لغايه يوم الخميس ان شاء الله باذن الله، فانت عندك اريحيه، ما عندكش مشاكل نفسيه. اهم ما في الفرق الكبيره انه ما يبقاش عنده مشاكل نفسيه في الضغط، لانك انت هو مش الطبيعي، هو مش الطبيعي انه يكون جمهورك ما بيحبش الا المكسب بس. ده مش طبيعي، واحد عندنا بس في النادي الاهلي في العالم كله. ده حاجه مش طبيعيه، واحنا خدنا على كده، ما هم اللي علمونا كده وعودونا على كده. لكن انت لما تيجي تضغط يا كابتن ايمن طول الوقت وبتشتغل تحت ضغط، وانت اصلا مضغوط من النتيجه، اصلا انت مضغوط لازم تكسب لازم تكسب لازم تكسب لازم تكسب، فانت تشتغل الاسبوع ده باريحيه. انا بقول لك وعدت لك قبل المباراه، قلت لك النادي الاهلي في اخطر شهر في السنه عنده، هيطلع من بطوله لبطوله لبطوله. انت تلعب كابتن، انت تلعب في شهر واحد 4 بطولات، بمعنى تلعب دوري، كاس مصر، كاس مصر، كاس عالم، كاس عالم، كاس افريقيا. انت بتتكلم في 4 خطط مختلفه، 4 اجواء مختلفه، 4 سفريات مختلفه. انت بتتكلم في مجموعه لاعبين عندك ممكن يخرج من كاس مصر بيلعب على الخروج المباشر، وبعدين يلعب له ماتش على جمع بنات، وبعدين يروح يلعب مع فرقه عظيمه في كاس العالم للانديه، عندك ماتش بعديه مع المنافس يوم 21 كمان، بعدين 17 بعد كاس مصر. بص انا 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 مش بقلل من حد في الدنيا، انا بقول لك وانا بعنيها، وانا بقول لك وانا قاعد وصادق، روح لعيبه النادي الاهلي محدش هيقف قصادك. صح، انا بكلمك في مصر بس لو خدت حقي. ما هو بص يا كابتن، حتى لو ما خدتش حقك غصب عنهم هتاخد حقك، لانه هيخافوا منك. انا بقول لك العب بروح النادي الاهلي بس، ولا حد هيحصلك طبعا، ولا حد هيجي لك، لانه خلينا نبقى منطقيين، انت الافضل عناصر، مظبوط، انت الافضل تنظيم، انت الافضل اداره، مظبوط، انت يعني انت 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 اتكلم على النادي الاهلي طبعا العظيم. انت شفت قفشه اللي عمله النهارده؟ وراح لجمهور الاهلي بس انا زعلان منه، حد يرفع انا زعلان منه فانيلا كده، ولكن بص علشان خاطر عيون جمهور النادي الاهلي بالزبط. ماشي نسيبه، لكن مفيش لعيب يقلق لنا، لانك انت في النادي الاهلي لما تجيب جون عادي في اي حاجه. طريقه تعبيره يعني، هو طريقه تعبيره كانت كده، كان النادي الاهلي وانتم على دماغي من فوق كانوا ضاغطين عليه، هو بينه وبين الجماهير احيانا الضغوط بيطلعوا كلام مش مظبوط. الضغوط احيانا بتخليك تعمل، بيطلع اللي عنده. انت قلت كلمه عجبتني، الناس بتحبه جدا عشان ايه؟ القاضيه. حلو، بس شوف هو في حته ثانيه. لا واقول لك حاجه، اقول لك حاجه، قفشه من اللاعبين نفسيا لو اتعاد هيبقى افضل. أيوة. هو في الوقت الحالي بدا يبقى يعني يلعب بصوره منتظمه، بيلعب بصوره منتظمه. أيوة. ما في لعيبه كده، انا عايز اقول لك حاجه نفسيا، معلش قفشه دايما بيوجعك. خدت بالك؟ الكوره زي اللي خدها النهارده وعدى ورقص وجاب الجون ده يوجع ناس كتير الجون طبعا. الكوره اللي عملها يوم ليه مواقف نجوميه كده، خدت بالك؟ ومحسوسه. عشان كده اللعيب الكويس بتاعك انت بتبقى عايزه دايما كويس، مزبوط. بتبقى عايز منه الماكسيمم، مظبوط، بتبقى واثق فيه ان هو البلاي ميكر وهو اللي يقدر يجيب الجون ويقدر يعمل. لا لا، وفي حاجه، في حاجه كمان يا كابتن شريف، ضربات الثابته. لا في حاجه كمان، هو الجمهور يقول لك ايه؟ طبعا الجمهور النادي الاهلي العظيم بيحب كل لعيبته، بس يقول لك ايه؟ الله، طب ما قفشه هو عنده الحاجات دي، ما قفشه عنده حاجات كتير كويسه، ما السوريه عنده حاجات كتير كويسه. أيوة أيوة. ما الشحات عنده حاجات كتير كويسه. خلاص يا جماعه انتوا ما تقولوش عن الكلام ده، ما تقلش، ما احنا بنقعد أنا هنا، انا عايز منك، عايز تبقى انت الافضل على طول. كابتن ايمن احنا بنقعد هنا، كنت اتفضل عشان
برضو نشرح بعض الامور للناس. أيوه. الناس لازم ما بتقعد تتفرج عليك في حاجات الناس ما تعرفهاش. كابتن بلال بيقول حاجه، كابتن اسامه حضرتك بتتكلم، كابتن عادل، بنشرح لهم ليه ساعات الحاله الفنيه بتبقى متاخره، ليه ساعات احنا بنتاخر في الشوط الاول، ليه ساعات ما انت عندك ظروف بتمر بيها النهارده. لما تلاقي يعني اربع خمس لعيبه ناشئين موجودين تحت، اذا في علامه انك انت عندك اصابات، عندك حاجات، ناس غايبه. ما هو مش ده، ما هو حرام كمان على المدير الفني كمان اللي هو بيجي محروم من ثمان لعيبه. يعني كمان بترجع تقول لي الراجل ده كويس ولا مش كويس، الراجل ده لا لسه مش، ما هو ده غصب عن اي حد. السكواد اللي عندك لو هو السليم اللي عادل بيقول عليه النادي الاهلي، الدنيا كلها تخاف منك. فالنهارده لما يبقى يوم قفشه وبكره يوم، امبارح يوم السوليه كويس، وبعده عبد القادر، وعلى طول ان شاء الله الحمد لله علي معلول، محمد هاني بيرجع مستواه، فكل ده يا جماعه ده دورنا احنا هنا والرؤيه اللي الناس بتشوفها. بس مش اكمل فكرتي يا كابتن. اتفضل يا كابتن. اهم ما في الموضوع انت توصل اللاعب بتاعك للروح العاليه اللي هي بتاعته. يبقى الحاجات الاسهل، المهاره والفكر، انت اعلى وانت احسن وانت اقوى. خلي بالك اسم النادي الاهلي بيديك 30% فوز، الفرق بتنزل تخاف، انت بتتكلم في النادي الاهلي حتى لو فرق كبيره قوي بيبقوا خايفين تعمل حسابك منه. لما ينزل يلاقيك في وقت من الاوقات بلغه الكوره مرخخ شويه، ايه اللي بيحصل؟ يطمع شويه، يطمع فيه. لا انت الماتش اللي فات قوي خلصت، الماتش ده الشوط الاولاني ما كناش بالصوره القويه، هم كانوا متحفزين قوي جريوا كتير، الشوط الثاني لعبت لعبك روحك العاليه كسبت، وكسبت سهل. وامبي مش من الفرق اللي هي معاهم مدرب محترم، طلعت يوسف بيعرف يدافع كويس، فلازم تعرف انه النهارده والماتش اللي فات مديك دافع كويس طبعا، والناس تعرف ان الناس دي بتتعب وهتخرج على كاس مصر بعديها، دوري ودوري وبعدين كاس مصر وبعدين كاس العالم للانديه، الموضوع مش سهل. يعني عايزين الجمهور برضو، يعني هو عنده حق في كل حاجه، واحنا عمرنا ما الجمهور اهم مننا، بس طبعا. انا عايز اقول لهم خلينا نقول لكم ان الفرقه اوقاتها صعبه، مش في اريحيه اللي انتوا شايفينها، انتوا عندكم يعني تحديات كتير جدا، تحديات جدا فتره بسيطه صعبه وصعبه. صحيح. يعني يمكن الناس علشان بيحبوا الاهلي قوي وعارفين ان هو يعني النادي الاهلي نادي عظيم فعلا، بس التحديات اللي هو فيه بتيجي في اوقات بتبقى زياده عن اللزوم ما يستحملهاش بشر. يعني يعني السفر ده حاجه، يعني قعده الطياره ثم تنزل تنام تغير مكانك ثم تلعب ومدارس مختلفه. انا ليه بدوس على الحاجات دي دلوقتي يا كابتن؟ لاني لما حصل من اسبوعين ثلاثه كده هزه في الفريق، الناس كلها قاعده تتكلم في ايه، ان 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 الناس كلها قاعده تتكلم انهيار مش انهيار، ولما كان حد يتكلم كلمه ايجابيه ويدافع او يسند الفرقه سنده، انت فاهم، كان يتكلموا عليه بصوره مش جيده. خلي بالك لازم تعرفوا عشان تفرحوا، انا بكلم جماهير الاهلي عشان تفرحوا كويس، من مصلحتنا كلنا ان اللعيبه دي طول السنه تبقى كويسه. اوعى، احنا بنعوم جوه البحر، يعني انت راجل بتعوم جوه بحر، انت فاهمني يا كابتن؟ لا حاجه من الحاجتين، لا توصل للشط هتوصل بمين؟ بنفس الناس اللي موجوده. لا تحصل ايه؟ لا نقضي عليهم ونقعد يعني بمعنى ايه؟ اللي تقعد طول الوقت ما تدافعش عليهم فيقعوا منك، فانت مش هتلاقي حد يكمل بيك. بس خلي بالك هو ده الجسر اللي بيعديك، هو ده الجسر. جماهير النادي الاهلي، انا ما بتكلمش على جماهير الاهلي، انا عارف، بس جماهير النادي الاهلي في الماتشات الاخيره بتدي درس لجمهور، ما هو ده جمهور الاهلي بالظبط. عمره ما زعلك هو خالص. بس هو يعني بس عايزك هو في افضل صوره كابتن، هو بيهمه حاجه واحده، ايوه، يهمه قلبك طبعا. خلي بالك دي مهمه، يا اما بلغه الكوره يهم احساسك بيه كمان، قلب اللاعب. صحيح. هو يقول لك يعني بص تلاقيه بينظر على اللعيب في طول التاريخ، القوي المخلص الجدع المتفاني
كل الحاجات دي طول التاريخ بتاع جمهور النادي الاهلي، وبيدي درس جمهور النادي الاهلي. صحيح. وبيدي درس دروس مش درس. والايام اللي جايه دي، الايام اللي جايه دي اقفوا جنب الفرقه ان شاء الله، علشان عندنا تحدي اكبر انتوا مش واخدين بالكم منه. لما نرجع من كاس العالم للانديه هيبقى في ضغط مباريات كتيره قوي، لازم نقف جنب الفرقه كلها. هم واقفين جنب الفرقه على طول وجنب النادي الاهلي على طول، وطول عمر جمهور النادي الاهلي كده ان شاء الله. كابتن بلال الف مبروك، اداء جيد جدا الشوط الثاني، ودنت السيطره للنادي الاهلي وتحقق فوز عن جداره واستحقاق. هو كابتن عادل خلص فكرته ولا لسه؟ خلص خلص لسه قدام نص ساعه. لا خلص خلص يا رب تكون اتعلمت حاجه من الفكره. قربت انام. لا خلص يا رب تكون اتعلمت حاجه من الفكره دي. قربت انام يا كابتن. الراجل عايزيننا على الغدا النهارده. يا نعازم على الغدا. بالهنا والشفا يا كابتن. هو توصى برضه بيك. بالزهر اللي توصى ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. لا بس الحقيقه عنده افكار كتير الكابتن عادل يعني. طب لا حاجات بعيده دي. طب انا عارف يا كابتن. طيب ماشي. انا احنا بيننا وبينك بعد المشرقين. ماشي. لا الحقيقه مبروك طبعا النادي الاهلي. اداء الحقيقه رائع جدا. تحدي جديد النهارده بعد اثبات التحدي اللي كان في المباراه اللي فاتت. النهارده يمكن في الدقيقه 82 عايز لقطه بعد الهدف. السوليه وهاني محمد هاني كره ناحيه الخط، الاثنين بيعملوا تاكلز، طب الاثنين في وقت واحد يعني بيضغطوا بيطلعوا كره رميه تماس، لو حتى ممكن نجيبها تقريبا في الدقيقه 81 دقيقه 82 كانت هجمه علينا من ناحيه اليمين السوليه وهاني. واضح ان الروح اللي موجوده عند لعيبه النادي، عوده الروح مره ثانيه. واحنا دايما كنا بنتكلم على حاجه مهمه جدا جدا يا كابتن، ممكن في اوقات كتير ما تبقاش انت فنيا عالي، تبقاش الكره ما تبقاش ماشيه معاك، تبقى الامور مش في احسن، تبقى مش في احسن حالاتك. خد بالك كمدير فني وكلعيب، بس الكلام ده بيتعوض بحاجات مهمه جدا، او بحاجه مهمه جدا الا وهي السبيريت بتاعتك انت كلعيب في الملعب. صح. الروح القتاليه جلدك لما بتسيبه في الملعب. النهارده لعيبه النادي الاهلي يعني بتؤدي بشكل رائع جدا 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 النهارده فنيا. خد بالك وقل وروح وقلب وتحدي كبير جدا فنيا النهارده. يمكن لعيبه النادي الاهلي في حاجتين مهمين جدا اللي اتكلمنا عليهم ما بين الشوطين، وقلنا لازم يعني عشان تقدر تكسب لازم هم يعني حاجتين مهمين جدا، انك تتحرر، وده اللي حصل النهارده في الجول الاول. تحرر قفشه بيطلع لقدام كراس حربه، الكره بتتلعب للسوليه بيلعبها من تقريبا يعني يا دوب يعني من لمسه واحده تقريبا، تمام، بتروح لمجدي قفشه، شريف بيفتح المسافات، بتسجل هدف حلو شكله حلو. النهارده السوليه رائع النهارده في اداؤه، النهارده اداء متميز النهارده على المباراه الثانيه على التوالي. هاني محمد اداؤه محمد هاني اسف اداء برضو في تميز النهارده. لعيبه كتيره جدا، اليو ديانج النهارده رائع جدا وكالعاده. علي معلول عنده ثبات النهارده، ومن ضمن الحاجات اللي بحبها في اللعيب انه يبقى ذكي. ممكن تبقى تعبانه يا كابتن، خد بالك النهارده، او ممكن يبقى خد بالك ضغوطات الماتشات ورا بعضها تخليك تفكر بدماغك اكتر ما تجري. يعني زمان كانوا بيقولوا لنا ايه، خلي الكره اللي تجري، خلي الكره اللي تقطع المسافات. النهارده علي معلول بيعمل كده، النهارده علي معلول بيشغل دماغه. خلي بالك علي على طول بيعمل، لعيب ذكي، ميزه في علي معلول، لعيب ذكي. وامتى اهاجم؟ مظبوط. وامتى اعمل الكروس من على 18؟ وامتى اعمل الكروس اوصل للخط؟ يعني لعيب يعني عنده فكر عالي جدا الحقيقه، وعنده يعني لعيب ذكي ومستواه ثابت الفتره الاخيره بصراحه. بص يا كابتن، يعني بيعتمد اكثر اللاعبين، خد بالك، ما هي الخبره في اللي بياخدها اللعيب اللي بيكتسبها ازاي يتحول من ان يكون اللعيب بيستخدم القوه والسرعه دايما للعيب بيستخدم عقله ويجري في حدود المطلوب منه، او في حدود الـ 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 يعني الحاجات المتاحه بالنسبه له. انا اجري امتى، اتحرك امتى، امتى اعمل سبرنت، امتى ما اعملش. يعني زمان كنا يعني واحنا لسه في الناشئين تجري على طول في كل مكان في الملعب. لما بتكبر شويه تبتدي يعني تعرف امتى تجري، امتى تقف، امتى تضغط، امتى ما تضغطش. علي بيعمل كده. بالظبط. علي معلول يعني من الناس الحقيقه اللي بتبهرني جدا بتحركاته في الملعب. ممكن تكون شايف ان هو ما بيعملش يعني ما بيجريش كميه جري كبيره جدا، لكن بيعوضها بدماغه بفكره. عاجبني جدا علي معلول النهارده، اداء ديانج رائع جدا جدا جدا. الحاجه اللي كنا بنفتقد او اللي كان بيفتقدها يعني، او كنا احنا بنفتقدها في الاستوديو بالنسبه له، التكمله. مظبوط. اللي بيكملها وعملها قبل كده على فكره، في مباراه الزمالك سجل هدفين. مظبوط. النهارده
بيعملها بشكل رائع جدا، اداء فردي رائع جدا 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 من اللي بالك الخطوه من بتاعته يعني. ده هو لما بيفتح الخطوه بتاعته ولا حد يقدر يجيب. طبعا طبعا السبري يعني، يعني عارف الكيك داون بتاع العربيات يعني الستارت. فالاداء بتاع الاهلي متميز النهارده. كمان التحول السريع يا كابتن عادل، انت بتتحول بشكل سريع النهارده. يعني مشكلتنا كانت في المباراه اللي فاتت البطء مع الفرق اللي بتدافع. النهارده انت لما بتقطع الكره بسرعه، وده ميزه انك تجيب جول من بدري، يعني فانت جبت الجول في بدايه الشوط الثاني ابتدى الجيم يتفتح بالنسبه لك، ابتديت انت تعمل عمليه التحول السريع. تلاقي احمد عبد القادر الناحيه دي واحد ثرو باس او الكره الطويله بتلاقيه لوحده. ابتدى كمان يتخلق لك مساحات في نص ملعب طبعا انبي. طبعا الشوط الثاني بالكامل من اوله. طالما سجلت هدف الامور هتتغير. تمام. اي او طالما انت بتضغط كمان الامور هتتغير. حاجه من الاثنين، تسجل هدف هتفضل ضاغط على الخصم اللي عندك عشان تربكه، عشان تلاقي مساحات تشتغل فيها. صحيح. او تسجل هدف فبالتالي الخصم يعمل عمليه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. عارف انت في البلاي ستيشن في حاجه اسمها يعني لما بتبقى مغلوب تعمل الترا اتاك. خد بالك، فالفرقه بتضطر تعمل الترا اتاك فيديك مساحات تشتغل فيها. انت قدرت انك تستغل المساحات دي النهارده في الشوط الثاني، قدرت انك تخلق فرص كتيره بس ما سجلتش. يعني النهارده في 3 4 فرص ناحيه عبد القادر، في فرصتين 3 ناحيه حسين الشحات، بتبني هجمات خطر، عملت الشغل ده بشكل متميز. ناقص تحركات الفرود بقى والفينش، ازاي تخلص بقى، ازاي تسجل هدف. بعض التحركات ممكن يشتغل عليها مستر كولر، ممكن عنده اسبوع يعني فرصه كبيره جدا بالنسبه له يشتغل مع رصاصات الحربه شريف وشادي حسين، انه ازاي يشتغل يربط مع الباك، يربط مع الهاف، ازاي امتى يرجع يرجع لورا وياخد الخطوتين، وامتى يكمل تمام وياخد الطولي على طول عشان ياخد الكره العرضيه. دي حاجات مهمه جدا جدا، خد بالك هي تفاصيل صغيره لكن لما تعملها بس ما انا برضو انا عايز اتكلم في النقطه ديت برضو. يعني هو مستر كولر معذور برضو، ولكن هو بيحاول يجرب الناس كلها. بس انا كلاعب احيانا ببقى بعيد عن الفورمه بتاعتي، حقيقي بعيد عن الملعب شويه، احيانا بيصيبني مش عايز اقول عدم ثقه بالنفس، ولكن حاله ممكن دي ما تكونش الحاله الطبيعيه. مش دي الحاله الطبيعيه بتاعتي، ما عندوش توازن. فانا محتاج يعني محتاج تبقى رجلي في الملعب برضه، محتاج ما ابعدش عن الملعب. يعني في ناس تقول لك ايه يا ريت يبعد عن الملعب شويه. لا بص، زمان يا كابتن ايمن كان بيقولوا ايه؟ كان بيقول لك لما تبقى عندك يعني فقدان ثقه العب السهل دايما. مظبوط. تمام، اتحرك كتير قوي. مظبوط. والعب السهل. ايوه. ليه؟ السهل دايما يديك السهل. هيديك سهل. مظبوط. انا النهارده الكوره جات لي استلمها على صدري واحطها، استلمها على صدري واطلع الباك اللي جنبي، اجري كتير جدا في الملعب. هتخلق لنفسي فرص كتير. النهارده شريف يمكن خلق نفسه فرصتين ثلاثه ما كانش موفق فيهم، في واحده فيها بدايه الشوط الاول اللي عملها بشماله دي ما كانش موفق فيها. خد بالك وجوده في الملعب باستمرار خد بالك، مع ان هو يكلم، خد بالك ده انا لازم، انا كلاعب لازم اتكلم نفسي دايما، لازم اتكلم مع نفسي على طول. انا هرجع الثقه لنفسي ازاي وانا مش بره الملعب؟ لازم وانا جوه الملعب اتكلم مع نفسي دايما. اللي جاي افضل، اللي جاي احسن، ابتدي كل كوره. هو على فكره اتحرك كتير جدا النهارده، اتحرك كتير جدا جدا جدا، ولكن هو ناقصه بس حته يسترجع ذكريات محمد شريف. ايوه، بطوله الدوري السنه اللي قبل اللي فاتت. بس لو استرجع ذكريات محمد شريف على فكره هيسجل والدنيا هتبقى ماشيه معاه زي الفل. كذلك شادي حسين، مش عايز بتكلم على شريف لوحده بس بتكلم على اثنين راسين الحربه اللي موجودين في النادي الاهلي. مزبوط. انت راس حربه موجود في النادي الاهلي، انت قيمه كبيره جدا جدا جدا. صحيح. انت المان تارجت بتاع النادي الاهلي. انت متخيل يعني ايه تبقى المان تارجت بتاع النادي الاهلي؟ حاجه كبيره جدا جدا جدا. النهارده فرقه النادي الاهلي الشوط الثاني احنا قدرنا ان احنا نصنع اكتر من فرصه محققه للتهديف. صح. فرص حقيقيه تقدر، كنت ممكن تسجل، كان ممكن المباراه النهارده تخرج باربعه وخمس، اربع وخمس اهداف محققه لصالح النادي الاهلي، ما قدرتش تسجل، مش مهم خلاص، انت خرجت بنتيجه المكسب. ومن الحاجات المهمه جدا يا كابتن ايمن بعد المباريات الصعبه ان اللي بعديه تكسبه. صح. عشان ما تخشش في حته التراست ايشو، يعني فاهم قصدي؟ عارف يبقى أيوه. عندك مشكله. أيوه. يعني انا بكسب هنا وبعدين برجع اتعادل. أيوه. تاني. بالزبط. فبقى انا عندي مشكله ثقه فيا كمدير فني وكلاعيبه وكجمهور كمان. وهما بقول لك وكمان جمهور. أيوه. النهارده لما تكسب مباراه بعد مباراه كبيره انت عملتها. صحيح. باداء النهارده جيد كمل. اعتقد يبقى لا، يبقى احنا ماشيين في التراك الصح. الحمد لله احنا ان تراك. تمام. صحيح. انت النهارده عملت ماتش كويس قوي هايل من وجهه نظري الشخصيه. المدير الفني عمل ماتش كويس قوي. تمام. كباتن كلهم اجمعوا ان التغييرات هتبقى متاخر شويه، وده اللي فعلا
عمله مستر كولر النهارده، ادى فرصه للعيبه في الملعب. النهارده التحرر اللي حصل وكلنا بنتكلم فيه ما بين الشوطين، التحرر من شريف ومن عبد القادر ومن مجدي قفشه ومن اليو ديانج نفسه، مظبوط، خلاك تسجل هدفين حلوين وتخلق فرص، شكلهم حلو. صح. النهارده السوليه بيتفوق على نفسه، وانا بديله واحد من اللعيبه اللي النهارده اجادت بشكل كويس جدا جدا جدا. لعيب كويس، مظبوط، لعيب كويس، ممكن افتقد الثقه في بعض الشيء، ممكن، خد بالك، وده طبيعي جدا في كره القدم على فكره، انك مستواك يعني كره القدم ما فيهاش ثواب، مش هينفع تبقى ثابت يعني طول الوقت، لا شويه بتبقى كويس وبتقل شويه بتقل شويه مجهد جدا. وبعدين انت عندك برضو حته ان المباريات متتاليه ورا بعض، مظبوط، تخليك تلعب وانت برضو مش فول باور، ما تبقاش انت يعني فريش قوي يعني، تبقاش انت يعني مكتمل يعني، مش عايز اقول بدنيا، انت بدنيا قوي لكن انت ممكن عضلاتك ما تكونش في افضل حاله بالنسبه لها. تتابع الماتشات بتخليك يعني اقل شويه، المجهود متراكم، فبالتالي العضلات ما بتبقاش يعني تستجيب بشكل كبير جدا لكل اللي انت عايزه في الملعب. فالنهارده لا، فرقه النادي الاهلي بترجع بشكل كويس، فرقه النادي الاهلي النهارده بتقدم شوط تاني رائع جدا. خد بالك، ممكن تكلمنا على الشوط الاول، اقول لك لا، طبيعي طبيعي انك بتنزل قدام فرقه مكتمله بدنيا ان هي تقف وتلعب عليك بالشكل عادي، على فكره عادي في كره القدم، عشان كده دايما بيطلقوا على الشوط التاني ان هو شوط المدربين، بتكون اللياقه ساعتها قلت، بقت يعني قريبه من بعضها، فيبتدي الفكر يبان، الفكر، ويبتدي الفروقات الفرديه عند اللعيبه تبان، وده اللي حصل الشوط الثاني، فرقه النادي الاهلي الفروقات الفرديه بانت، المهارات الذهنيه بانت، سيبك من المهاره بتاعت رجل واحده دي واحد وتعدي، لا انا بتكلم على المهاره الذهنيه، انت عندك دماغك شغاله. النهارده الباصه بتاعت السوليه رائعه جدا جدا جدا، رائعه جدا، مش اي حد يفكر يعني، مش اي حد يبص ويشتغل ويحط دي على طول ويوديها بالشكل ده انفراد. اليو ديانج فكره ان هو النهارده خلاص انا عايز ابتدي اشتغل في الحته اللي ناقصاني، ودي حاجه مهمه جدا، انا كلاعب ازاي اطور من نفسي داخل الملعب، مظبوط، حتى لو ما جاتش جول على فكره كنا هنسقف له برده، فاهم، نقول النهارده ديانج حاول يطور من ادائه النهارده الفردي. فالنهارده لعيبه الاهلي الشوط الثاني الحقيقه اداء راقي جدا، اداء رائع جدا، بيثبت لعيبه النادي الاهلي ان هم اون تراك زي ما احنا اتفقنا، بتقول ان كل مباراه النادي الاهلي لعبها اعتقد هتبقى افضل مباراه من المباراه اللي قبلها باذن الله تعالى ان شاء الله، باذن الله رب العالمين ان شاء الله. طيب فاصل، نرجع لحضراتكم نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل، انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، ايه اللي اتغير الشوط الثاني؟ ثاني وثالث إيه ورابع لا غير الروح، لا كل حاجه اتغيرت، احساس اللاعب بالملعب كله، اللعيبه كلها حست ايه الفوز الجميل اللي احنا عملناه الماتش اللي فات، وايه اللي بيحصل الماتش ده؟ احنا فين من الحكايه يعني؟ حلو، انا بتكلم من ناحيه، بتكلم بلدي بقى، بنتكلم لعيبه كوره يعني. أيوة. نزلوا كلهم، وكان في حاله حصلت في الجماهير كده، ما اعرفش ايه، برضو كانوا خايفين على الناس والدكاتره راحت وبتاع، برضو بقى في مسؤوليه اتزرعت زياده جوه اللعيبه. وبعدين ساعات انت بتبقى على ارضيه الملعب اللي بيلعبوا عليها النهارده برضو مش متعودين عليها زي الاستاد، زي الارض الثانيه، في برضو اختلاف في الارضيه شويه النهارده، فساعات بيأثر عليك في انك تاخد قراراتك، اسلوب لعبك، الطريقه اللي بتلعب بيها، الباص، حتى تلاقي كتير قوي من الباص تقيله الكوره، ما بتروحش زي ما انت عايز، محمد شريف بيدي كوره نقول ايه الباصه الوحشه دي؟ غصب عنه الارض سافيو ما نزل نفس القصه، ناحيه الشمال كان فيه معوقات كتير. فتحرر اللعيب بقى من كل المعوقات اللي هي موجوده في الملعب دي. بقى بيلعب لعبه. النهارده الهدوء اللي الكوره بتتلعب لي انا وبروح ما رايح على الجول ومرقص ما كانتش واعدي واجيب جول. ما كانتش موجوده الشوط الاولاني. ليه؟ ما كانش التفكير ده موجود، التركيز ده ما كانش موجود. ايوه ليه؟ ليه؟ لان هو ده اللي كان الواقع بتاعي في اول شوط. عايز انفذ الكوره وعايز ازاي اروح. وبعدين كانت الهجمه ما كانش فيها غير عندك حاجه واحده بس، ان علي معلول هو اللي بيعمل اللونج للسنتر فيرويد او الناس اللي جايه عكسيه، او عايز يعمل مثلث يقدر يعمل فيه كره عرضيه. أيوه. كل ده ما نجحناش فيه. ظروف مباراه. أي. دخل عليك انك سبت فراغات في وسط الملعب وكل الفرقه بتاعتك بقت بتهجم، فبقى عندك الكاونتر اتاك عليك خطر جدا في الشوط الاولاني، وراحت عليك اربع كور ضربات ركنيه، وبقت الفرقه اللي معاك، انت عارف يعني انا بلعب فرقه في اي حته في العالم، ابص الاقي اسامه جايه معايا في نفس اهجم هجمه يهجموا هجمه، عندهم شبك ان هم عايزين يجيبوا جول فيك، طب انا بتهز ساعات، وساعات كل الميكانيزم بتاعي ان انا كنادي الاهلي وانا كلعيب وانا بضطر اعمل مهام مش بتاعتي،
بطل انزل زي حسين الشحات وعبد القادر، بطل انزل ادافع عشان تطلع من قصه الدفاع لحاله الهجوم. برضو ده بيجي بياخد وقت من خلال الهجمه، بياخد وقت من خلال تنفيذ اللعب في كله، فميكانيزم اللعب كله اتغير في اول شوط. هقول لك على حاجه، بص منظر الملعب هنا، بص الفرقه واقفه ازاي اول هاف تايم. ايوه هتلاقي، ولو وقف هنا البتاع هتلاقي، بص الراجل بيرد، عايز يرد الكره. دي الكره الوحيده اللي جات لنا تخلص الماتش من اول بدري قوي. لا هي ممكن ترجع شويه ولا ده ملخص يعني؟ ممكن نرجعها ولا هيرجعها؟ بص الضغط هنا، ماشي ده الضغط بقى، بص ضغط هايل هنا من البدايه. كويس، كرة راحت لشريف انفراد، الراجل راح الكرة زي ما يكون مش مستعد. طيب. كان للحكاية هنا واستسهلها. هنا شريف، لا هنا شريف كان ممكن يعمل ايه يعني؟ يعني مثلا شريف في الكرة دي انفراد كامل وفي ناس جاية عليه، فهو حب ان هو يلعبها على شمال البلعوطي. هو بس يعني البلعوطي برضه طلع في توقيت كويس قوي. كل لعيب وليه امكانياته يا كابتن. هو شريف بيظبط نفسه على امكانيات جاريه، على امكانيات تنفيذه لانهاء الهجمه. ايوه كويس. ايوه شريف، انا عايز اقول لك على حاجه، شريف الكره جايه له ده ممكن يروح بجسمه يمين كده. أيوه. مع الكره بص وجسمه معاها. أيوه. ويروح عاملها ببطن رجله اليمين في الكره. هلاقي الدنيا عملها قبل كده في موسى، ابو تريك عملها مره مثلا في الكره. ده تفكير لعيب. أيوه. ده امكانيات لعيب يقدر يخلص. انا عايز في الكره دي اعرف بس هم ليه جابوه بره؟ لا الراجل ده اللي قاعد على الفار ده يا كابتن ايمن فرحان، فرحان ده ده عمل فيك عمله قبل كده. ده راح جاب ايوه، ما ده بتاع طلع جيش، ده هو ده بتاع طلع جيش. اللي كان راح قال له تعالى الحقني وشوف ايوه اللي جرالي. أيوه. والنهارده بيوقف الكوره في ثالث. أيوه. في اخر اللعبه مش من اول اللعبه. أيوه. موديها له بيقول الكوره في ايده اهي. صح، دي في ناس ما ده فاكر بتاع طلع الجيش اللي هو كان في 3 في 1. ده حكم، ده حكم 10 على 10 فاكر البنالتي بتاع طلع الجيش. ما هو ده انا بقول لك عليه، ده لما جه قال له تعالى غير رايك في الحكايه. فسيبك من الحاجات دي عشان كده ربنا بينصرك الحمد لله. نفس التفكير يا كابتن اللي حصل حلو قوي من قفشه دي، الكوره دي الكوره دي كمان وحشه يعني. دي زي ما يكون فيه كان اول شوط الثقه ها في انهاء الهجمه كان فيها تربعه شويه. ده اللي احنا طالبناه في الشوط الثاني، كنا عايزين نكسب بسرعه. وفي حاول نجيب الجول الاول بسرعه. بص بقى ما تلاقي عليك انت ضغط في نفس الشكل ده يا كابتن ايمن، وتلاقي في ناس رايحه عليك على الجون، انت برضو بتقفش شويه، بتكش شويه، مش انت مش فارق معاك. لا انت بنفس الشكل. الكره دي مثلا معلول لو دخل الجون حلوه، في بدلك مظبوط، في احلى من كده دي كره؟ لا انما في صحيح. انت برضو انا ما بضيع كره زي دي بيحصل لي ايه؟ ها بقول انا هبتدي من جديد، ها الكره دي هتجيلي تاني ولا مش هتجيلي تاني؟ صح. دي الحالات اللي بتعدي عليك في المباراه بتاخر نتيجه المباراه. كره زي دي جت في كعبه، جت في كعب رجل الراجل، بص يا ايمن بيفوتها. مزبوط. تروح خابطه في كعب رجله. كويس. انما لو راحت سليمه كده اعتقد فيها فرصه كبيره جدا انها تكون جول، بدل صحيح. ما تروح بعيد عنه كده واللفه تبقى صحيح. ففي حاجات كانت في الشوط الاولاني كذا لعبه مركبه، لو كانت دخلت هدف كانت اتغيرت النتيجه خالص. واسلوبك انت بقى ايه؟ اسلوب الثقه اللي بتلعب بيه، اسلوب اللي بتجيب بيه بعد الهدف. الثقه اللي انت تبقى واقف في الملعب تاخد تشوف لعيب بالراحه. خد بالك الهجمات دي كلها في الشوط الاول يا كابتن شريف. في الشوط الاول احنا شايفين يعني الهجمات دي كلها. اللي احنا قلنا الشوط ده ايه بالظبط بالنسبه لنا؟ احنا مش في حالتنا بالنسبه لنا، احنا مش مبسوطين منه لان ترجمه الاهداف يعني. انت كان ممكن تطلع كسبان الشوط الاول مثلا 3 ممكن، ممكن جدا. بس ما كان، بس الشكل ده برضو يا كابتن انت مش متعود عليه. ده انت بيراميدز ما عملتش فيك غير كره واحده اللي ضيعها علي جبر في براسه، فهمتني؟ أيوة. أيوة. حاجات زي دي كده مثلا. بص هو شريف كان عايز يحولها ويغير اتجاهها، ولكن للاسف لا حول ولا قوه، الراجل الكوره جايه هتخبط فيه عايز يكملها ببطن رجله. ايوه بالظبط، راح الناحيه الثانيه بالظبط. ده التوفيق اللي انا فاكر الماتش اللي فات ما بقول لك عليه. في ساعات حالات انت بتتوفق فيها مظبوط، بتخليك هي فتحت بس منه قوي يعني، فتحت الوقفه لازم الوقفه. هو يا كابتن بعد اذنك يعني، بلال هو ليه على طول واقف هنا عايز يتعامل برجله الشمال يا اسامه؟ والله انت فاهم قصدي؟ ما دي وهي جايه انا بكمل معايا برجلي اليمين، بكمل معاها في السكه اللي هي رايحه فيها، بس هي تيجي برضه برجله الشمال. لا صح، بس هو كان عايز يعملها في الزاويه كره لا هو ليه يتعامل برجله الشمال على طول؟ هو اولا اتجاه جسمه
لو كان عادل شويه كانت لو حط رجله الشمال كانت دخل. عادل لو خدها وهي جايه برجله اليمين هدي كده. طيب هدي كده. لا لا هدي كده. ودي التوقيفه دي, دي 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 لا اللي فاتت معلش اللي فاتت دي مش دي يا جماعه اللي بعدها لا اللي قبلها لو دي أيوة. ايوه دي دي بصدرك يا شيخ اه بصدره ياخدها على الجول وراح فين هو على صدره جول صدره ويروح على الجول طبعا جول لا وسهل يروح عاملها من فوق الجول يعني كده بطن رجله. بص عدد الفرص والانفرادات يا كابتن شريف في الشوط الاول بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن بلال هو شريف في الوضع الطبيعي بيعمل الحاجات دي هو مضغوط بالظبط مضغوط فالضغط احيانا بنقول بيخليك بتتصرف بلال قال لي الراجل ده لو الراجل ده لو تهوى شويه وريح شويه لا ما يريحش انا وجهه نظري ما يريحش لا شريف ما يريحش شريف لازم يفضل في الملعب انا بقول يفضل في الملعب طبعا دي وجهه نظري لانه ماتش عن ماتش عن ماتش طالما انت بتكسب بالزبط. وحد عندك ممكن يجي منه اديله ثقه مظبوط لو بعد ماتشين ثلاثه ورا بعض ده وجهه مش موفق صح يا لكن مش ماتش مش موفق فيه بس انا ليه وجهه نظر مختلفه شويه سامع في حاجه في الامر ده اتفضل يا كابتن شريف لا لا عادل خش يعني ليه وجهه نظر في الامر ده انا اتمنى انه يتحط راس الحربه في الوقت الحالي فاهم ويتصبر عليه شويه ايوه ما هو ده اللي بقوله علشان الثقه انت عارف العلاج ايه يا عادل او لا يعني اكمل دي يا كابتن اذا كان شادي او شريف اقول لك على حاجه انا اتمنى يعني لا ممكن تجيب لي معلش جيب لي لعبه معلول دي تاني بعد اذنك لو موجوده لو متاحه نازل مشدود ان هو عايز يجيب جون وعاوز يجيب الثاني علشان يثبت ونثبت بس بس اثبت هنا بس اثبت هنا بص الكوره دي لازم يروح كان لازم يروح على الكوره دي كان المفروض شريف يخش جوه السكس يخش جوه السكس لازم وحسين يكمل ورا شريف لان الوضع الطبيعي بص ما هي الزياده العدديه فين دلوقتي اللي ورا بس كده يبقى انا اروح في الحته الفاضيه صح. كمل نكمل بقى هي لما اتلعبت معلول لعبها في الحته الفاضيه ما كانش في حد انا يعني حتى السوليه بس اتاخر خطوتين بس لانه جاي من ورا بس برضو ايمن خلي بالك دي متعودين عليها ينزل شادي حسين جاب جون كذا جون ده كان الجون الاولاني للاسماعيلي لا بس لا يا كباتن لا بس الكره دي القفله مش في مش جوه القفله بره انا فاهم لا لكن القفله كابتن اسامه بره الملعب ماشي. يعني هم اللعيبه اصلا المرات اللي فاتت كانت اللعيبه بتبقى ناحيه خط الجول لكن المره دي لعيبه امبي طالعه لبره فما فيش فرق حتى لو راحت لشريف بره حتى راحت للسوليه هتخبط في اللعيب هات لنا الجول ده برده بتاع عشا تاني هي مده اللعبه كده ده برده فكر ما هو برده بص خلي بالك قفشه اتعامل ازاي اتعامل ازاي مع الكره دي انا عاوز اشوف لا اوريك سر الجون ده فين سوليه ممكن يا برجاو بعد اذنك ترجع لي الكره دي اوريك السر بتاع الجون فين ايوه بص هنا بص كويس هنا بالظبط هنا بالظبط يا برجاو وقف وقف بص عمرو السوليه محضر الباص لقفشه وهي جايه بس انا عاوز ده سر الجون ماشي وعمل السر الثاني والسر الثاني اوكي اوكي لا, لا بس يا عادل كابتن. عادل قبل وشريف ما عادل عادل, عادل, عادل برضه رجعها من الاول واحنا زي ما لا لحظه بس اكمل طب دي يا كابتن عشان ما نبوظهاش انا دلوقتي بقول لك السر كله في ايه في الكره دي في ثلاث حاجات رؤيه تحضير السوليه قبل ما يلعب تايمنج قفشه في الجري ادي اتنين وصول قفشه للكره وهدوءه ادي ثلاثه تصرفه في الكره بعد ما عدى الحارس المرمى هدوءه في احراز الهدف ادي اربعه وشريف الخامس ان هو بطنها له أيوة. اللي هو نزلها بطن انا بقى عايز اجيبها من شكرا اول شكرا يا برجاوي لا بعد اذنك رجعها يا برجاوي من ساعه من اول بص بقى الاستلام ده استنى بص من شريف استنى عشان برضو احنا ايه بنقول أيوة. لا لازم نديله حقه في الكره دي برضو بص استلامه ولعب لعبته فتحت التمرير للسوليه ان يعمل كده لو صح. هو استلم وحش وما عملش دي خلى السوليه ياخد قرار واحد ان يعملها وتحرك قفشه خلي بالك برضه وتحرك قفشه مظبوط انا الجول ده بالنسبه لي هو التحرك هو التحرر بتاع قفشه طبعا بس لا ونظره والرؤيه عاليه ما هو يا كابتن لو ما تحركش الحركه دي صح ده تحرر مش هيبقى في جول اساسا ايوه انا فاهم بياخد الراجل في ظهره الحربه اوريدي هو الهدف لان الهدف دايما تحرك باص خطا مدافع احنا عارفين صح. بس المهم دايما تفضل طول الوقت انت بتقول للعيبه بتاعتك حضر الباص قبل ما تيجي طبعا. فرق ما بين لاعب ولاعب تحضير الباص النظره الفرشه النظر اللي بيتكلم عليه في ناس يا كابتن بيبصوا لتحت الارض وفي ناس عينيهم بتبقى يعني لقدام كشف اهو دي قفشه النهارده السوليه كده عينه لقدام السوليه
على طول بيعمل كده. الجون اللي جابه في بيراميدز ها تكنيك، ده فكر. تكنيك الشوطه اللي شاطها قفشه اللي شاطها السوليه ما فيهاش قوه بس تكنيك. هنا الباص ما فيهوش قوه بس تكنيك. انت فاهمني؟ وقفشه طبعا لعيب كبير ولازم انا محمد شريف بالنسبه لي انا بحس حاليا في الوضع الحالي ده ازاي تتحل قصه محمد شريف؟ لابد ان يكون معاه مهاجم تاني في نفس المنطقه. يعني لازم تبقى انت عندك اثنين. قصدك راسين حربه؟ دي ازاي هنعملها؟ ازاي راسين حربه دي؟ راسين حربه صعبه لانها كابتن. انت فاهم قصدي انا ايه؟ اكنك بتلعب نص الملعب. اكنك بتلعب 4-4-2. انت فهمت قصدي؟ يعني دول هيساعدوا بعض جدا في الفتره دي. مش هيبقى الضغط على محمد شريف بهذا الشكل يا اسامه. ماشي. ولا هيبقى هو اللي شايل الليله كده. انا عايز اقول حاجه. لكن الموضوع الفرود اللي هو سواء شريف سواء شادي هم دول اقرب اثنين ده بيلعب تثبيت. خلي بالك كل ما واحد فيهم هيلعب ماتش ويبقى وحش ويتشال ويلعب الثاني ويلعب وحش ويتشال هو مش وحش هو مفيش انتاج. لا يعني عدم انتاج اهداف قصده مش في افضل حالاته. مش في افضل حالاته. ايوه انا بقول لازم من وجهه نظري الشخصيه لازم يبقى في صبر شويه ماتشين ثلاثه. ليه؟ صح يا كابتن. أيوة ليه؟ ليه؟ صح انا معاك. عشان يبقى حتى هو عنده ثقه انه 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 عمل دي غلط هيصلحها الماتش الجاي. لكن كل ماتش انا هغير اللي صحيح. هو بيلعب هيفقد الثقه في نفسه صح. اكتر دي برضه كره. بص يا كابتن اسامه لا ممكن تجيبها لنا تاني بعد اذنك معلش. الكره اللي فاتت بتاع السوليه نجيب كره السوليه تاني. موضوع مهم. بص دي من السوليه لحسين دي جول برضه. دي جول برضه يعني وانا مش عارف هو حسين بيلعبها في الجول ولا بيلعبها للشريف. بيلعبها في الجول. بيلعبها بالعرض. رجعها تاني شوف. طيب لا ما بيلعبش في الجول والله. عايز يلعبها لل عايز يلعبها للشريف. عايز يخرجها بره. عايز يلعبها للشريف. هو كان لازم يطمع ويحطها عاليه في الجول. لان بس لان المسافه كانت بينه وبين عبد العزيز البلوطي. هي نطت. هي نطت في الارض. هي لو راحت دايركت على طول الشريف هيحطها. كابتن اسامه اتكلم في امر مهم قوي واتكلمنا فيه اللي هو بتاع تثبيت الفيرويد. ايوه انك انت ما ينفعش ماتش الجاي ما لهوش. وحاجه ثانيه بس اضيف كمان مع كابتن اسامه وانا بشاركه الراي واضيف معاه نقطه ثانيه. لازم كمان الروس حربه ما يعرفوش ان الراس حربه نجحه بهدف. لازم يفهموا كده. مش لازم تجيب جول. تحرك الراس حربه دايما يعني النهارده مين اللي جاب الاجوان؟ نص الملعب اللي جاي من نص الملعب. ايوه التحرك بتاع الفراوده لما يفتحوا اللعيب نص الملعب هو اللي يجيب جون. الكره في العالم دلوقتي ليه ما بيلعبوش براس حربه متخصص واحد؟ معظم الفرق مش بتكلم على كلها معظمهم ليه؟ علشان الراجل ده بياخد اللعيبه وبيتحرك بيهم بره. ما مش مهمته ان يجيب جون بس لان عنده فرصه تهديف 4-5 لعيبه قدام عنده يقدر. بس لما يجيله فرصه تهديف لازم يجيب جون. ايوه يا كابتن بس انا بكلمك ما تبقاش الراس حربه مقياسه الوحيد انه يجيب جون. يعني على الاقل فتره معينه. لا هو طبعا الطبيعي ان راس الحربه عنده مهام كتير. انما لا هو يعني النهارده شريف ما جابش جون وشادي ما جابش جون وفتح السكه واحنا اللي زي ما قلت لك هو ده اللي انا بقوله بس لك بس تسبب في صنع هدفين مثلا. ما هو ده اللي انا بقوله لك الفكر لازم تتغير. الفكر اللي في الكوره بتغير لازم كفرود انا اتغير ازاي. ممكن ما اجيبش جون لان انا ممسوك كويس لكن ممكن اصنع واشارك في احراز الاهداف. صح يا كابتن ماشي بس هو ما بقاش في الفرود. لا بس ما تبقاش فتره طويله لكن أيوة. في وقت ممكن اقعد ماتش ماتشين ثلاثه وكل الفراوده مروا بالظروف دي. أيوة. ما جبتش جون بس بعمل حاجات تانية كويسه لكن الاساس في الفرود انه يجيب أيوة. اهداف. شغلتي ايه على طبيعي يعني. انا عايز اتكلم على نقطه مهمه كابتن اسامه ودي لاحظناها في الماتشين الاخرانيين بالذات يعني حته التنظيم الدفاعي والالتزام الدفاعي من مثلا محمود متولي وياسر ابراهيم لحد محمد شريف وحسين الشحات النهارده. يعني انا عايز اجيب لقطتين ثلاثه حسين الشحات. حسين الشحات جوه ال 6 يارد مطلع هجمه خطيره للانبي. ايوه محمد شريف هدف 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 التزام دفاعي ويحسب التنظيم الدفاعي الجيد بصراحه لمستر كولر طبعا. يعني في التزام جيد جدا 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 من اللعيبه في الملعب في الحته دي. مظبوط. انا قلت لك يا ايمن في الماتشات اللي احنا اتعادلنا فيها وجات فينا اهداف التنظيم الدفاعي كان وحش. كان وحش على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي. يعني احنا قلت لك ويمكن بعيدها تاني في مباراه اعتقد سيراميكا ومباراه فيوتشر الارتداد. يعني احنا كنا مهاجمين مع حوالي 8 او 9 لاعبين الارتداد ساعه لما الكره اتقطعت
6 7 راجعين متاخر قوي ومش راجعين على مهلهم فالتنظيم اللي ورا مش مظبوط فسهل جابوا جون. ايوه ده في ماتش بيراميدز ما كانش موجود، كان في تنظيم جيد جدا صح. دفاعيا حتى كنا بنشوف برونو سافيو وحسين الشحات اللي هم اطراف بيرجعوا الملعب بينزلوا مزبوط. واحنا قلنا علي معلول وهاني بيدخلوا للعمق بيبقوا رباعي وهم الاثنين من بره يبقوا 6 وبعدين 3 وبعدين 1 في اوقات صح. معينه. فالتنظيم الدفاعي مفروض يبقى جماعيا للفرقه كلها وفرديا على مستوى الفرد وعلى مستوى الخط، الخط الدفاعي كرباعي ابتدى علي معلول دفاعيا في بيقف كويس مزبوط. في الماتش اللي فات والنهارده محمد هاني في مسانده من نص الملعب، في مسانده من الاجنحه، في مسانده من الاثنين اللي قدامهم ديانج والسوليه فعدد كويس صح. طب لما نكون احنا في حاله هجوم ومهاجمين بعدد كبير مفروض ان الناس اللي ورا تبقى قريبه من مزبوط. نص الملعب واذا كان ديانج مستني عشان نعمل نضايق مساحات نعمل كتله واحده مزبوط. الحاجه الاخيره ان لازم يبقى يحصل تعطيل، ايوه لازم يحصل تعطيل صح. احنا في مواقف كتيره لما بيجي علينا هجمه مرتده وعدد كبير مضروب مزبوط. لازم اعمل فاولات تكتيكيه وده بنشوفها على طول صح. مانشستر سيتي على طول اللي عندهم الموضوع ده فرق كتير واحنا كمدربين او حتى مشاهدين او ده عارفين الكلام ده وبنقول للعيبه كده في وقت لو انا حسيت ان العدد الدفاعي بتاعي اقل من العدد عندي كذا مراحل للدفاع لغايه لما اوصل قبل المناطق الخطيره لازم اعطل مظبوط لازم اعطل صحيح. فدي ما كانتش بتحصل لكن اخر ماتشين ماتش اللي فات بيراميدز النهارده هاي. لا في ده شغل مدرب ده شغل مدير فني طبعا 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 مدرب واللعيبه هي اللي بتنفذ مظبوط العدد كويس بيرتد صحيح. الوقفات كويسه التغطيه العكسيه كويسه يعني في بعض الفجوات بتحصل او الثغرات او البرد ده طبيعي لانك الفرقه الثانيه برضو عندها لعيبه وعندها مدربين وبيشتغلوا فده طبيعي ودي مباراه من طرفين مش من طرف واحد مباراه طبعا من طرفين لكن اتحسنت جدا في ماتش بيراميدز والنهارده صحيح. اللي هو التنظيم الدفاعي الجيد في اوقات كتيره صحيح. والارتداد بسرعه من الاثنين السولاي وديانج والثلاثه اللي قدامهم اللي هم حسين وعبد القادر وقفشه وشريف وشريف يعني. صح طيب نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه. Standards so oder nach Konter, dass wir gut begonnen haben und Möglichkeiten hatten, aber noch kein Tor erzielen konnten. الشوط الاولاني كان يعتبر الى حد ما متكافئ شويه احنا كان قدروا ان هم يخلقوا بعض الخطوره عن طريق الضربات الثابته الكرانر الاوتات عن طريق بعض الهجمات المرتده مش خطوره كبيره قوي لكن كان في بعض المحاولات منهم اما احنا كنا بدانا شوط كويس وخلقنا فرص كتير وضيعنا فرص كتير في الشوط الاولاني. Wichtig war für uns, dass wir Geduld zeigen, dass wir, ich habe gestern schon darüber gesprochen, dass wir geduldig bleiben müssen, dass wir nicht nervös werden dürfen. واحنا كان مهم ان احنا نظهر الصبر في ماتشات زي دي بتحتاج الصبر وان انت تكمل ما تهمتش. وده الكلام ده انا قلته امبارح للعيبتي وان انا اتكلمت معاهم ان احنا لازم الماتش ده مفتاحه الصبر وعدم الزهق بسرعه. Und dass wir, und ich habe das in der Pause nochmals betont, dass wir das weiter durchführen müssen, dass wir weiter nach vorne spielen müssen, dass wir nach vorne provozieren müssen, dass wir den Raum in der Tiefe attackieren müssen. وانا اتكلمت مع اللعيبه بين الشوطين اكدتهم نفس الكلام قلت لهم انا مش عايز ان احنا نريح نهمد نزهق بنكمل بنضغط بنزعج المنافس مره واثنين وثلاثه وعشره ما نزهقش الجون جاي اهم حاجه ان احنا نلعب الكور البينيه الكور في ظهر المدافعين نلعب عرضيات نفضل في محاولات مستمره ما نزهقش مهما الامر طال. Und das haben wir dann mit den zwei Toren von Afsha hervorragend, wie er da den Ball nach vorne mitnimmt und das Tor erzielt und nachher die Eng eigentlich auch, dass er mit seiner Power, dass er nicht nur abwarten spielt, ich habe gesagt, dass er mehr bringen kann, dass er mehr dann auch Ball verlangen soll und hat das hervorragend umgesetzt und schönes Tor gemacht. Und بعدين اتكافئنا جهودنا والفرص الخلق كتير اللي احنا خلقناها ان احنا نجيب جون الاولاني جابوا قفشه بشكل جميل جدا خد الكوره واستلمها وراوغ وحط الكوره بشكل كويس قوي واللعبه نفسها احنا متمرنين عليها كتير
اما الجون الثاني طبعا جون ديانج بالباور اللي عنده قدر ان هو يجيب الكوره، ودي بالظبط الحاجه اللي انا بتكلم مع ديانج بقالي فتره فيها، والنهارده بالذات بين الشوطين اكدت عليه ان احنا عايزين منه اللي هو عمله بالظبط في الجون ده، ان هو يستغل الباور اللي عنده ان هو يقدر يخش ويقتحم ويظهر لزمايله ويستلم الكوره ويطلع لقدام. Und wir sind dann schlussendlich froh, dass man das Spiel gewinnen konnte. Und es war nicht einfach. Und die vergangenen Spiele haben ja gezeigt auch, dass das gegen sie schwierig ist zu spielen und dass andere auch Probleme hatten, da Gutes oder einen Sieg zu erreichen. وفي النهاية أنا سعيد جدا بتحقيق الفوز. ما كانش فوز سهل. واحنا شفنا الماتشات اللي فاتت بالنسبة للمنافس إن هو فريق صلب دفاعيا، صعب اختراقه. ناس كتير ما قدرتش انها تفوز عليه السنه دي في الدوري غيرنا، فكان مهم ان احنا نحقق الفوز ده رغم صعوبته. اشرف صديق صوت الملاعب، الف مليون مبروك النهارده النادي الاهلي. مش كاتولير هنا مليون مال دان في دي 3 بونكت هيتن. تصدر بيها الدوري في الجوله ال 12. Und das hier wir jetzt dann an der ersten Platz dann stehen. Mit Differenz. Meine Frage über Abdelkader. Er hat dann ein Defizit dann bei Abdelkader, einen Nachteil. Immer wenn er dann den Dribbling macht und hat die Chance dann vielleicht zu Blick zu haben für seine Kollegen. Aber er guckt immer auf den Boden, auf den Ball. Mr. Kohler, können Sie dann mit ihm vielleicht über diesen Problem dann sprechen? Ja, ich kann. Ich wiederhole die Frage für den Fernsehen. ان احمد عبد القادر عنده مشكله ان هو لما احيانا بيعدي ما بيبصش على زمايله، ان هو دايما بيبص في الارض، فمستر كولر هيتكلم معاه في النقطه زي كده. عبد القادر ist auch noch ein jüngerer Spieler und wir sind natürlich da dran. Ich will, dass er Dribbling macht, ein gutes Dribbling hat, gute Schnelligkeit und er kommt auch öfters vorbei. Und es ist natürlich so, wenn du dann an der Grundlinie bist, dann sind ja normalerweise auch alle Verteidiger da. Und dann ist es meistens schwierig, dann noch irgendeine Lücke zu finden. Aber das ja, wollen wir natürlich auch verbessern dann zusammen und werden wir sicher auch anschauen. Abdelkader لعيب صغير لسه عنده مجال كبير جدا ويتطور ويتحسن، واحنا بنشتغل وبنتكلم مع بعض كتير انا وهو. هو عنده مهارة كبيرة جدا، بيقدر يراوغ، عدى النهاردة أكتر من مرة، وده في كل مباراة تقريبا هو بيقدر يعمله. أحيانا لما الواحد بيعدي وبعدين بيبقى واقف على الخط بتبدأ زوايا التمرير تتقفل، لأن المدافعين كلهم بيبقوا متكترين في حتة، فقرار عايز سرعة في إن هو ياخد قرار بسرعة. وده إحنا بنشتغل مع أحمد عليه، وإن هو إن شاء الله هيتحسن وهيبقى أحسن كمان وأحسن، لكن هو عنده المهارة والأساس، وأنا بطلب منه إن هو يعمل ده، إن هو محاولات المراوغة، الدخول في الصندوق، إن هو يعدي واحد على واحد، ده أصلاً أنا بطلبه منه على طول. Das Problem ist jetzt halt aktuell, wenn du alle drei, vier Tage ein Spiel hast, dann brauchst du auch Rollen, dann kannst du nicht so viel trainieren oder an Details arbeiten, wie wenn du jede Woche ein Spiel hättest. طبعا لما يبقى عندك ضغط ماتشات، لما يبقى في ضغط ماتشات كل 48 ساعة زي الماتش من اللي فات للماتش ده 48 ساعة بس، ما بيبقاش في أصلا مجال إن الواحد يعمل تدريب للعيبة عشان الإصابات. ببدا ان مفيش وقت ان انا اشتغل على الحاجات الفردي، الحاجات التفاصيل الصغيره دي بيبقى اكتر كلام اكتر منها شغل في الملعب، لكن بنحاول قدر الامكان ان احنا نحسن في اداء اللاعبين. في نظري كتير اكتر في الاحوال دي، فطبعا لكن طبعا التمرين العملي افضل اكيد وبيحسن اكتر، لكن انا بتكلم في الاحوال دي برضو مع اللعيبه نظريا كتير، بحيث ان احنا نحسن الامور الصغيره اللي خلي اللعيبه في مكان افضل. Und noch kurz schnell was, wenn man, wenn man oben sitzt, dann sieht man auch alles viel besser, als wenn man unten im Getümmel ist. هو دايما كمان الواحد لما بيبقى قاعد فوق في المدرجات بيبقى شايف الدنيا من فوق سهله وحلوه وممكن يعمل الف حاجه، غير لما الواحد تحت في وسط الزحمه بتاعت اللعيبه بتبقى الامور اصعب شويه. النادي الاهلي بمعدل مباريات اللعيبه من اول بدايه بطوله افريقيا، معدل خلق الفرص في الدوري حتى اللحظه، لكن الكونفرجن ريت او معدل تحويل الفرص دي الاهداف لا زال في مشكله كبيره. الاهلي بدل هو رقم واحد في معدلات خلق الفرص، ودي ميزه عند الاهلي مع مستر كولر،
طريقه اللعب اللي بيعملها الضغط العكسي والضغط العالي اللي بيعمله من بدايه الدوري، لا زال عنده مشكله في التحويل. الاهلي من اسوء الفرق حتى هذه اللحظه رقميا، انه بيحول بالفرص الكتير اللي بيعملها والشغل الكتير اللي ده يحوله الاهلي. ده الجزء الاول من الشوط الاهلي دان است مت مارسيل كولر دان هات دن دي مانشافت دي ام مايستن Chancen kreiert. Es gibt keine Mannschaft, dann, also statistisch gesehen, dann die in der Meisterschaft, die so viele Chancen kreiert wie El Ahly mit Marcel Kollert. Aber auf der anderen Seite ist die Mannschaft, die am meisten auch diese Chancen vergibt. Die XG dann von der Mannschaft ist sehr schlecht, einer der schlechtesten in der Meisterschaft aktuell, nämlich dann Chancen zu Tore zu, umzusetzen oder zu wandeln. Das ist der erste Teil der Frage. Ja, ich frage ihn. Ja, ich wiederhole die Frage. Ja. هيدا السؤال للناس اللي ما سمعتش. السؤال هو ان الاهلي يعتبر مع مارسيل كولر ده من اكتر الفرق في الدوري اللي بتخلق فرص وعندها معدل في خلق الفرص، لكن في نفس الوقت هي من اسوأ الفرق اللي بتحول الاهداف دي او الفرص دي لاهداف، اللي هو الاهداف المتوقعه سيئه جدا في الاهلي حاليا. ده الجزء الاول من السؤال. Ist meine Frage zurück, wo wären wir, wenn wir all diese Chancen noch ausnutzen würden? تخيل معايا ده سؤالي يعني لحضرتك، تخيل بقى لو كل الفرص دي بنجيبها جوان كنا هنبقى فين؟ طبعا. Also müssen wir auch noch ein bisschen was zum trainieren haben. لازم برضه نسيب حاجه نعملها احنا للتمرين عشان احنا نشتغل يعني. نلاقي شغل نعمله يعني. Die zweite Frage. Die zweite Teil von der Frage. Mr. Kuller hat aber in der Musa mal Akram Taufik. Nein, Zahir Aymal hat Raza Adifahe. Und in der Zeit kann Karim, عشان عنده رزعه قوميه حطه في الجناح. النهارده حتى لما وقع محمد هاني دخل بعد اكرم توفيق لما اصيب اكرم توفيق ابتدى يعتمد النهارده لقينا رامي ربيعه هو اللي داخل مكان محمد هاني مش نزول حسين مثلا في الظهير الايمن فهو هنا بيقول انا بعتمد على لعيبه عنده جديد عشان احل مشكله من لعيب الظهير الايمن يبقى رزعته الدفاعيه بشكل اكبر. هل ده وهو بيتعاقد او بيطلب لعيبه في المركز ده بعد الاصابات اللي حصلت طلب لعيب بنفس المواصفات دي؟ Nach der, also die, du hast dann mit Akram angefangen in der rechten Seite und er ist ein Spieler dann mit mehr Defensiv als Offensiv Fußball. Nach seiner Karim hast du dann vorne gesehen und nicht hinten und dann heute hat man gemerkt nach der Verletzung von Akram und Mohamed Hani kam auch raus, hast du nicht Hesseini Shahed als Rechtsverteidiger spielen lassen, sondern Romi. Also auch einer, der mehr defensive Aufgaben macht als offensiv. Ist es dann immer in der Betracht, wenn du dann neue Spieler verpflichtest in diese Position, dass sie mehr defensiv dann spielen als offensiv? Nein, aber es war jetzt in dieser Situation war es so, wir führen 2-0 und okay, wir müssen jetzt nicht da noch einen Stürmer nach hinten nehmen. Ne? Oder Shahed könnte das spielen. Aber das war die Überlegung, okay, auch Kopfballstärke noch von Remy dazuzunehmen und darum war diese Entscheidung. لا الموضوع كان أبسط من كده بكتير. احنا متقدمين في النتيجة فحبيت ان انا انزل لاعب برضو يكون عنده دف... يعني واجبات دفاعية اكتر وخصوصا ان هو طويل يقدر يلعب بدماغه وخصوصا ان امي بيلعب على الكور العالية. فالموضوع ما كانش اكتر من ان انا امن بدل ما اسحب واحد من اللي بيلعبوا قدام ارجعه ورا واخسر واحد قدام. فالموضوع كله كان للتامين اكتر يعني العب على الامان يعني. يا يا فيل اونبيدنج راين استاذ محمد موقع الجمهور طبعا ببارك لحضرتك على Hast du dann, hast du bis jetzt dann keinen Stürmer gefunden, dann in der Kader gefunden, der dir helfen kann? Im ersten Zeit ist und das von Kahraba. Also hast du dann bis jetzt dann keinen Stürmer gefunden, der als Stammstürmer spielen kann? Jetzt hat er die Transferliste hat er erst angefangen und jetzt sind wir ja. El Mercato lista badi. Kahraba? Kahraba kann noch nicht spielen. Ist noch nicht dabei. يمكن شفنا يعني مستر كولر متزن في تصريحاته، بيعترف بان في وجود بعض الحاجات اللي هو يتمنى انها تكون افضل بس بيشتغل عليها. اشتكى طبعا من حته الوقت وقال ان حضراتكم شايفين ما بين الماتش اللي فات والماتش ده كان بعد 48 ساعه بنلعب ماتش، اعرب طبعا عن سعادته بالمكسب. ولما اتكلموا
في بعض الحاجات الفنيه هو اتكلم قال ان هو بيطلب من لعيبته حاجات معينه ممكن اللعيبه من وجهه نظركم انتوا شايفينها انها مقصره ولكن هي بتادي المطلوب منها اللي هو طلبه منها. يعني ده شغل متفق عليه ما بين مستر كولر واللعيبه، واللعيبه بتادي اللي هو عايزه. بيرغب طبعا في تطوير الاداء، ولكن الماتشات اللي هي كل يومين ثلاثه دي تعوقوا شويه عن حته تطوير الاداء، ولكن يتمنى الافضل الفتره القادمه. كابتن شريف هو اتكلم كمان على ماتش النهارده وقال ان هو اتكلم مع اللعيبه قبل الماتش وقال لهم الماتشات اللي هي زي الماتشات ديت عايزه الصبر، وقال ان انا اديتهم المفتاح ده امبارح، قلت لهم ماتش النهارده مش عايز استعجال، اصبر اصبر اصبر، وبين الشوطين قلت لهم نفس الحكايه، كمل ضغطك على الفرقه دي، اشتغل من قدام، اعمل هجمات واصبر، الجول جاي بس ما تزهقش. اعتقد ان احنا كمان هنا في الاستوديو كلنا قلنا نفس الشكل ونفس الطلب او نفس الاحساس بالملعب واحنا بنتفرج، برضو محتاج الهدوء. فيبقى الراجل بيقرا الملعب كويس وبيقرا لعيبته كويس ولعيبته بتنفس كويس. مظبوط. هقول لك على حاجه، هو احنا من النهارده مش شكلين احسن من الماتش اللي فات كمان؟ احنا مش اخطر من الماتش اللي فات؟ احنا مش متحكمين في الامور زمام الامور اكتر من الماتش اللي فات؟ بس الماتش اللي فات كان الشغل التكتيكي عالي شويه وكان واضح جدا الشوط الثاني. الماتش اللي فات كان فيه استخدام للفرديات عالي جدا كويس، منهم التصويبات مثلا كويس، منهم الضربات الثابته بنتعامل معاها بشكل اجريسيف اكتر. عايز اطلع من اقوى كابتن شريف، كان إيه؟ خصم اقوى طبعا، خصم اقوى طبعا. انا عايز اوصل لحالتين، خدت بالك؟ الحاله بتاعت الماتش اللي فات كانت مديك مسؤوليه كبيره جدا في وقت قوي جدا، انت اهدرت 4 نقاط في التعادلات. انت حاسس كان انت فاتك اشياء ما كانتش لازم تفوتك خالص يعني. فخدت المسؤوليه وخدت الضغوط اللي عليك وترجمتها لفوز كبير بتوفيق من عند ربنا طبعا، الحمد لله. النهارده انت عندك ثقه زايده مع اللعيب مع نفسه، النو هاو بقى وان هو اسلوب ازاي تروح تجيب الجول يا ايمن، ده اللي يمكن حاسس عليه مستر كولر مع اللعيبه. ودي شغله المدير الفني والجهاز الفني كله. يعني ممكن ابقى جوه الملعب عايز العب اللعب بتاعي الفردي، عايز العب اللعب بتاعي اللي انا بحس ان ده اللي املكه. بس لازم ده يواكب كمان امتياز من بعض اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده، وقفه سوليه في الملعب، الكوره الثانيه، ثقه ديانج في كل كوره بتجيله ورؤيته. انت لو تشوف ديانج لما بتجيله كوره في الشوط الثاني بيعمل ايه؟ يروح عادل الكوره وباصص كده ولعبها على وهو مغمض على ناحيه الشمال، على ناحيه عبد القادر وناحيه معلول، واخطر منطقه دايما هي ناحيه عبد القادر. خلي بالك يا كابتن شريف، عايز اكلمك في النقطه ديت. هو ديانج عنده الحته دي، بس هو بيبقى مستني المساعده من زمايله. لا، في يعني مستني التحرك المناسب في التوقيت المناسب هو يلعبها له. وفي ايه؟ في وقت معين بيعمل الزياده فيه. بالظبط. مش ده في ايقاع كمان هنا، هو لولا انه بيسرق الخطوتين دول بيضرب المهاجمين كلهم بتوع المنافس والنص الملعب كمان، وبينفرد هو والراجل بتاعه ناحيه الشمال، عبد القادر او مين هيلعب في ناحيه الشمال على الستوبر والباك رايت. في اللحظه دي لازم يكون الناس كلها بتشتغل الناحيه الثانيه. هي دي اللي تبقى انت يعني بتدور عليها، ده اللي مستر كولر بيدور عليه. دايما بيكلم اللعيبه فيه. اللاعب لما بيبقى على الحاله البدنيه واقف على رجله فيها كويس قوي، بيقدر يديلك الحاجات دي. فعشان كده زي ما بلال قال لك، الراجل شوف العمق قفشه داخل في العمق ازاي، والعين بتاعت سوليه، ويمكن بظهره محمد شريف بيريح الكره بظهره، ده رايحها مرتين كويس، عن محضر نفسه انه يلعب الكره السهله، فكانت الباص وكان الهدف. وبص الكره دي كمان للشحات، دي اللي احنا اتكلمنا عنها من قبل بتاعت الشحات، لو رجعها هي لو عبد القادر خدمته، دي حته عبد القادر لو خدمته، لا لو خدمته في الاستلام، بص ثبت الراجل ازاي، بص لا 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 في الدهاني من الاول، معلش دهاني من الاول، هي لو خدمته في الاستلام كان راح على الجول طبعا. هو يعني هو بيعملها على اساس ان هو يخش الجول، مش سهله برضو، بس هي للاسف ان الراجل قريب منه يعني حتى لو بس هو كمل ورقصه. بص التثبيت هنا، بص هم اتكلموا برضه كابتن اسامه، يعني دي ضربه جزاء بقى، بص ببطن رجله في اي حته، هو خدها بوش رجله يا ايمن، دي بطن رجله كده في اي حته. صحيح. واتكلم برضه عن احمد عبد القادر، ويعني احد الصحفيين قال له
ان احمد عبد القادر بيعدي كويس بس ما بيشوفش زمايله بعد كده. فاكر الكلام ده كانوا بيقولوه على الكابتن مختار زمان، ولكن لا طبعا هو عبد القادر نرجع لنا الكوره دي عشان بس انا عايز اشوف بس مستر كولر ولا الصحفي؟ لا ده الصحفي بيقول لمستر كولر، فبيقول له لا هو لعيب واعد ولعيب مهاري وانا اللي بقول له ان هو يروح ويعدي ويكمل، بس لو دي فيه احنا هنشتغل عليها يعني. يعني هو راح كمل عدى ماشي. اتفضل يا كابتن اسامه. احمد عبد القادر كلنا مقرين ان هو من اللعيبه المهاريه الكويسه اللي انا يمكن حتى بين الشوطين وقبل الماتش قلت من الناس اللي بتعرف تعدي واحد ضد واحد، اللي هي المواقف اللي زي دي. زي دي في ناس زي هنا في المواقف دي يرجع الكوره ويلف ويرجعها لورا، صح. لكن هو عنده القدره دي. مشكله احمد عبد القادر الوحيده هو لازم يشتغل على نفسه، وطبعا اكيد الجهاز الفني يعني، بس هو كمان لازم يشتغل على نفسه فيها انه ياخد الامور بجديه وتركيز طول الوقت مش فترات قليله في المباراه. يعني ما لعبش مباراه مدتها 90 دقيقه احاول انتج 5 6 دقائق 10 دقائق او لعبتين ثلاثه وبعدين ابقى مريح، واحيانا بزود شويه في زي ما احنا بنقول في مواقف ما يحلهاش الا غير اللعيبه اللي عندها المواقف فردية. اللي هي المهاره الفرديه اللي هي واحد ضد واحد لما يكون في تكتلات احيانا هي بتزيد عنده. أي. يعني في وقت احنا بنقول له كده وفي وقت هو ما بيكونش محتاج دي. يعني انا هكلمك على اعلى لعيب في العالم، يعني انا بالنسبه لي انا نمره واحد طبعا مارادونا، بس انا بتكلم على ميسي اللي هو برضو اعظم لعيب مع مارادونا جون في تاريخ العالم من وجهه نظري. يعني ميسي عنده قدره غير طبيعيه انه بيعدي من واحد واثنين وثلاثه الاختراقات ده معروفه يعني. مظبوط. اتفرج على لعب ميسي حتى هو صغير، هو طبعا صغير كان بيعملها اكتر، بس انا بتكلم في كاس العالم الاخير او حتى وهو صغير بيستخدم دي وقت اللزوم. يعني بتلاقيه مواقف كتيره في الماتش بيلعب لمسه واحده، بيلعب عادي لمسه مزبوط. واحده مزبوط. تمريره للي جنبه يمكن جنبه بخطوه واحده، يعني ما بيقولش انا ميسي اعظم لعيب في العالم فلازم كل كوره اعمل، فيعملها للي جنبه بالراحه ويعملها لتحت ويعملها لدوت ويعملها، وبعدين واحده يعملها بتركيز انه بيفوت عشان يقطع مساحه عشان يروح على الجون. فهي دي بس النقطه، لانه الاصعب ان انا اقول لك هنمي لك مهاراتك، صح. او الاصعب ان انا انت تقول لي لعيب ما عندوش مهاره، ده هي ربنا مديها له مديله ديت ان هو عنده مهاره بس وانه تطور بقى الحته دي بس هي دي لكن هو لعيب كويس. الكره دي يا كابتن عادل هو اتكلم عليها لما كلموه على ديانج. يعني هو قال لك ان هو كلمت مع ديانج في حته الاختراقات واقتحامه، وكنت عايزه ان هو بقى يستفيد من قوته والباور اللي عنده انه يكمل ويقدر يحرز اهداف، وده اللي كان حصل منه النهارده. ودي لو وقال هو بيتكلم معاه كتير في النقطه دي، ودي يا كابتن خطه من خطط اللعيبه القادمين من الخلف اللي احنا اتكلمنا عليها. بس هي بترتبط بمين؟ بالفراوده. ايوه. وتحرك الفراوده انك انت بتاخد الخصم وبتمشي. علشان كده خلي بالك هم ليه في العالم دلوقتي بيخلوا بيلعبوا اربعه ورا وسرد باكين عشان السرد. بس جيبها لي تاني من الاول معلش، لان هقول لك ليه هو طلب من ديانج كده. هقول لك لان ديانج كمان عنده القوه، بس ممكن عنده الباور، ممكن تفشل في لحظه. انا عاوز اكمل لك. لا عاوز اكمل لك. هم لما بيلعبوا باربعه كويس دلوقتي الاثنين الفراوده او الفرود لما بيروح وبياخد الراجل وبيجري ما بيلعبوا منطقه، ما بيلعبوش مان تو مان الفراوده، انت فاهم؟ ماشي يا كابتن. هي بتيجي في مهاره الفرود ممكن يتحرك ويفتح وديانج اللي يعدي كويس من حته صغيره، مش زي زمان هتبقى أيوة حته كبيره واسعه. هي بتيجي ايه؟ قدرات لاعب. هو ديانج دي عنده. أيوة. واكيد الراجل بياخد من اللعيب افضل حاجه ما عنده. يعني الشوتنج السليه بدا يشتغل. ايوه السليه النهارده اكتر من شوطه شاطها. والماتش اللي فات جاب جون كويس. أي. فهو اكيد يبقى الراجل بيشتغل على كل العناصر النجاح اللي عنده. خلي بالك يا كابتن عادل انا عايز اقول لك حاجه في الجول ده معلش. فضل. نرجع تاني في الجول دي. هم ما فتحوش قوي على فكره. بص نكمل ونوسع الكادر بعد كده. لا نوسع الكادر نجيبها من زاويه تانية. ادي واحد. بص يا كابتن. ادي رقص قدامه واحد. اوكي. هيخش واحد تاني. عدى التاني. كمل وفي واحد تالت كمان بيدبدب وراه والرابع جاي. خلي بالك لا يعني ما كانوش مفتوحين قوي للدرجات دي. اوكي انا فاهمك. فاهم قصدي؟ هو اللي عمل الثغره دي بنفسه. بالظبط. هو في النقطه ايه يا كابتن اللي انا عايز اقولها لك؟ اتفضل. انت دلوقتي انت بتقول للاعيب الخصم ايه؟
اعمل فاول تكتيكي بسيط او اقف قدامه. هو ديانج دي فكره، ديانج قوته، ما هو الحاجه اللي انا سعيد بالمدرب بيها انه عملها مع ديانج، ايوه، انه يخلي ديانج يعملها مره واثنين وثلاثه في الماتش عشان تنجح واحده، صح، او في الماتشين تنجح واحده، ده نجاح كبير جدا. بيشتغلوا عليه في التدريبات اكيد من قبل كده. طب ما اكيد، ما هو طبع. بيشتغل. لا شوف ده ديانج مش الجون الاولاني ده اللي يجيبه كده، او ديانج مش دي اللعبه الاولانيه، ده سمات وصفات لديانج كلاعب كبير. ولكن هنا المدرب الذكي اللي يقول له روح، لان انت عارف الديفندر اكيد المدرب يفضل يقول له ايه، لا اوقف، انا مش عاوزك، انا عاوزك تبقى ديفندر خلاص، ما تطلعش قدام، ما اشتغلش قدام. هي دي القادمين من الخلف، هي كره القدم في الوقت الحالي. وبعدين لا تقيد بمراكز في الكوره دلوقتي، الكوره ما فيهاش تقيد مراكز يا كابتن ايمن، خلاص. مزبوط. يعني ديانج في اللحظه دي راس حربه، راح جاب جون في اللحظه، محمد شريف بينزل نص الملعب، يبقى في اللحظه دي ديفندر بيلعب مدافع. الكره بتاعت مين؟ خش على كام؟ اتفضل عادي. لما بيجي مثلا واحد يبقى محمد دهاني، لو وصل للراس حربه في الفتره دي او في الحته دي او في الوقت ده بيبقى راس حربه. راس حربه. لما بيرجع لديانج مثلا يبقى سيرد باك، بيبقى في اللحظه دي سيرد باك. عشان كده كره القدم يا كابتن بقت ايه؟ بس انا عايز اقف معاك في النقطه دي. يعني ما هو ممكن محمد هاني زي ما انت بتقول او اي لعيب ما بيلعبش راس حرب، تمام، يتواجد في مركز راس الحرب، تمام، بس لما يجي يأديها او جات له لعبه لعبتين، تمام، مش هيعملها زي راس الحرب. طب اقول لك حاجه، فاهم؟ انت دلوقتي كل مدير فني بيطلب من لعيبته ان هو يجيد اكتر من 4 لـ5 مراكز. ليه؟ كرة القدم بقت كده لانك انت بتلعب في مكان، سيبنا من المسميات العريضه اللي يقول لك بنلعب 4-4-2 4-3-2-1، دي مسميات. أيوة. انت خليني اكلمك على مساحات الملعب. انا دلوقتي مهاره الشوتينج، محمد هاني مش جاب في كاس العالم للعالم، كاس العالم جاب شوتينج شوطه جون جامد. أيوة. جدا وكسبك 2-3 بونت، صح ولا؟ أيوة. لا في لعبه. تمام، دي قدرات. ديانج الاختراقه الواحده دي مش تكسبك مباراه؟ كسبنا ماتش الزمالك قبل كده. الكره الثابته، الكرة الثابتة اللي ممكن يشوطها باك ليفت يقدر يشوطها، سيرد باك يقدر يشوطها، ايهما عنده قدرات الشوتينج ماشي يلعب الفاولات بتاعته. بس في بعض المواقف ما اقدرش اطلبها من لعيب معين، ان هو لو وقع في الحته دي او مسك المكان دوت، او تواجد صدفه في المكان دوت، تواجد صدفه في المكان دوت، ان هو هيأديها بنفس كفاءة راس الحربة مثلا، مهنة او بنفس كفاءة المهاجم. مهنة كمدرب لازم اعلي لك كفاءة كل لعيب في كل مكان، انا بعلي لك كفاءتك كمتخصص ماشي. في الباك رايت، اوكي؟ ماشي صح. لكن لما انت كل خصائص الباك رايت ايه؟ وظائف مركز الباك رايت، انك تروح كويس وتعرف ترفع الكروس كويس لواحد وتدافع كويس، دي اهم الوظائف، وتعمل التغطية العكسية دي اهم الوظائف، وتدافع كويس واحد ضد واحد دي اهم الوظائف. متفقين؟ متفقين. طب انت لو دخلت لجوه زي قافو كده وزي اللعيبه المبدعين ودخلت لجوه، لما تبقى منفرد هتعمل ايه؟ المدرب بقى هيشتغل معاه في النقط دي، وبيشتغل مره ولا اتنين، ولكن الاكتر حاجه بيشتغلها على وظيفتك الاول. وبعدين انت ككره قدم، انت ككره قدم بتطور 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 وبتتطور، وهو التمرين انديفيدوال تريننج اللي هو التمرين الفردي ده معمول ليه؟ عشان الحاجات دي. في مدربين، المدير الفني كولر المفروض ما بيشتغلش، اللي بيشتغل مساعدينه، هو بيحط الفكره والمساعد بيشتغل. أي. يعني ممكن يقول له محمد شريف مثلا ضيع 4-5-6 جوان في الحته دي، هنشتغل عليه نجيبه ويشتغل على الخطوط، يعلمه خطوط الملعب، خطوط السته يارده، لما تبقى واقف هنا مش لازم دي حاسه فرود، مش لازم انك تبص للجون وتشتغل، يعني الكره اللي عملها بشماله محمد شريف ده هو ليه غلط؟ عشان ما اشتغلش على خط الستة. ممكن اسالك سؤال؟ محلل الاداء ليه دور في النقطه دي؟ طبعا يا كابتن، ما هو الساعه بتاعت قبل التمرين اهم من التمرين. ما هي الساعه اللي قبل التمرين؟ اجتماع الجهاز الفني، ان اجتمع بالمدربين ومجموعه المدربين بتوعي. هيا يا كابتن ايمن. أيوة كابتن. انا اجتمع بالساعه دي، بجتمع بمدربيني وجهازي كله كامل، وبعمل ايه؟ وبحط الخطه بتاعتي اللي هي بتاعت اليوم.
في عندي محمد شريف هنشتغل على الحاجات الثابته هياخده عادل هياخده كذا، في عندي التخصص بتاع المدافعين الخطوط بتاعتنا واقفه ازاي بتتحرك ازاي المفروض تقف ازاي بشتغل مع واحد فيها، في واحد تاني بيشتغل لي على اللياقه البدنيه ومدرب الاحمال بيبدا وهنعمل استشفاء ازاي وهنروح الحاجات دي. ولكن كل ما الوقت يضيق كل ما تعتمد على الفيديو اكتر انت فاهمني يا كابتن، وبالذات مع الاساسيين. فاللي انا عايز اقوله في الاخر الكلام ان النادي الاهلي وصل مع كولر لحاجه مهمه في الوقت الحالي وانت قلتها يا كابتن، ايوه التنظيم الدفاعي صحيح واضحه جدا يا كابتن عادل. بص اللي هو وصل لايه، اقتنع بالكوره في مصر. واقول لك حاجه كمان الراجل اتحسن فيها كويس قوي، المؤتمر الصحفي عرف ازاي يكلم الناس. ما اصل انت مش بره، ايوه انت ممكن تتكلم بره كلمه الناس بتعديها، مظبوط. اصل المؤتمرات الصحفيه دي خطيره جدا طبعا، حتى الراجل اللي بيقعد حواليك والراجل انت لو اجنبي مثلا وبتتكلم عربي الراجل اللي ممكن يترجم اللي للناس بيترجم. ممكن يوديك اتجاه تاني. انا ممكن اكون كمدرب محتاج اوصل كلمه للناس بفكره معينه ممكن يكون التاني مش فاهمها فيوصلها بالفكرة العادية خالص، انت فاهمني يا كابتن؟ أيوة. يفكرها بالفكرة العادية خالص، فهي دي المشكلة الكبيرة. بس انا بقول له انه انا اتبسطت منه في المؤتمر ده اكتر من مؤتمر، لانه عارف طبعنا اللي هو مريح دماغه اللي هو ايه، طب وفراودتك بيضيعك وين؟ أيوة. انت مالك وانت مش مالك خلاص مش هينفع. أيوة. في اوروبا ما تقدرش تتكلم فيه كده، في اوروبا ولا اي حاجة او في اي مؤتمر صحفي، ما احنا عملنا يجي 100 مؤتمر صحفي في الموضوع ده بعد الماتش بتاع المباراه. اقول لك انت بتكلمني ليه؟ ما تكلمنيش يا حبيبي في التكتيك والحاجات دي، انا حر، ده شغلي انا، ده شغلي. لكن مدربين لعيبتك يضيعك ولا ايه؟ مالكش انك تقولها لي. بس هو الراجل بدا يقول لهم خلاص هنتمرن عليه، اشتغل عليها اريحه، انت فاهمني؟ صحيح. ودي حاجه مهمه قوي. كلم يا كابتن بلال عن ضغط المباريات، واتكلم طبعا ان احنا اخر ماتش كان من 48 ساعه، هو بيعمل على تطوير الاداء وتحسينه وعلاج الاخطاء. هو الفتره اللي جايه احنا بشكل عام ده دي رؤيتنا وده شغلنا، الفتره اللي جايه هنشتغل عليها اكتر لان احنا عايزين يبقى الاداء افضل، عايزين نتطور للافضل. بس احنا دلوقتي بنتعامل مع الامر بواقعيه. الامر بواقعية انك تكسب وتاخد الثلاث نقاط. حلو. الامر بواقعية. حلو. الامر بواقعية ما ده اللي برضو انا دايما يمكن بختلف مع الكابتن اسامة دايما فيه. يعني انا راجل واقعي، انا عايز الثلاث نقاط. حلو. مظبوط. حلو. انت دلوقتي بتقول ايه؟ بتقول في بعض المباريات احنا لعبنا مثلا ماتش سيراميكا. من وجهة نظري ان احنا لعبنا ماتش سيراميكا افضل من ماتش الاتحاد اللي احنا كسبناه 3. ومع ذلك كلنا زعلنا. ليه؟ لان النتيجه طلعت تعادل. عشان خسرت نقطتين. بالظبط، وخسرت نقطتين. هو كابتن اسامه بيقول ايه؟ اقول الكلام اللي انت بتقوله؟ لا انا اللي اقوله. طب اتفضل. قبل ما بلال يرد. ماشي. او يجاوب. ماشي. انا بقول حاجه واحده. الاساس الاساس الاداء الجيد والانتظام في شكل الفرقه والتنظيم واللعيبه اللي عندهم امكانيات وتنظيمك وشغلك وبتاع والاداء الجيد هو اللي بيؤدي لنتائج جيده. صح. ولكن معاك. في بعض الاحيان الاستثناء انك انت بتلعب بطريقه يعني هقول ايه يعني عمليه او سوقيه. أي. او لعبت وحش وكسبت. أي. ده مش هيبقى مستمر. انت يعني انا ما اقدرش اقول ايه انا هلعب طول الدوري وحش وهكسب، ما انا هكسب ازاي اذا كان انا ما هو ادائي وحش يعني ايه؟ لا انا ما قلتش كده. يعني ادائي ما هو ادائي وحش يعني ايه يا ايمن؟ يعني انا عندي مشاكل في الناحيه مثلا الهجوميه، عندي مشاكل في الناحيه الدفاعيه واقفين غلط، فاللي انا اقصده الاساس الاداء اللي بيؤدي لنتائج. ايوه. طب نسمع الكابتن بلال. اتفضل يا كابتن. شوف انا اتفق مع كابتن اسامه في الاداء اللي يؤدي النتائج، لان دايما النتائج بتيجي دايما من الاداء الجيد. ولكن ايوه خد بالك في فرق ما بين الاداء الجيد الممتع واداء المكسب، فرق كبير جدا جدا. تمام. انا ما بقولش تلعب وحش وتكسب، لا خد بالك، يعني ايه بلعب
بأدي أداء مكسب. يعني إيه؟ أنا ما عنديش إمتاع في كرة القدم. بالك أنا بلعب مباراة مثلاً يعني زي الفرق اللي بتلعب مباراة زون ديفنس وبتقفل كويس تمام وبتحاول تستغل فرصة، ما بتخلقش فرص كتير، ما بتلعبش جيم مفتوح، ما فيش مهارات فردية، ما فيش الدبل باس والوان تو هات، فيش كل الإبداع بتاع المباراة، ولكن كويس. بعمل إيه؟ بدافع كويس قوي، منظم في الملعب تمام، بحاول يعني أبني هجمة أو هجمتين ثلاثة اسجل منهم هدف وبكده اخرج من المباراه وانا كسبان تمام. صح. انما مش معنى ان انا مثلا ان انا بقول ان احنا لا نلعب وحش. وحش دي معناها ايه؟ يعني انا خطوطي الدفاعيه مفتوحه مثلا ممكن استقبل اهداف، خطوطي في نص ملعب مش منظم، ما بضغطش، ما بشتغلش كويس، الفرقه بالشكل الجماعي بتاعها مش جيد، فبالتالي انا ادائي وحش قوي هكسب. طب انت كده انت تخسر، مش هتكسب، لا انت كده هتخسر. خد بالك في اداء كلاسيكي نمطي يا كابتن ايمن اللي انت بتراهن عليه ممكن مقبول يا كابتن شريف في بعض الاوقات. يعني هقول لك على حاجه بلال، ايه اللي هنراهن عليه؟ بص اللي هنراهن عليه الماتش الجاي، خد بالك. لا يا كابتن شريف، ماتش النهارده، ماتش امبارح، من تتابع الماتشات انا قابل انك تلعب مباراه كلاسيكيه جدا وتطلع كسبان 3 نقاط وشكرا السلام عليكم. ليه؟ لان انا عندي تحديات كبيره. الهدف بالنسبه لي في التوقيت الصعب هو 3 نقط. صح. نقط هو ده الهدف الاكبر بالنسبه لي. انا النهارده خارج من الماتش، خد بالك النهارده انا عندي جرانتي في اداء الاهلي للماتش الجاي يا بلال. انا عندي جرانتي، في ناس كشرت عن انياب، في اداء لقفشه، في اداء لديانج، في اداء لسليه، اراهن. انا قبل كده كنت ببقى داخل على المباراه بصراحه في فتره معينه مش قلقان شويه، قلقان مش هي بختك يا ابو بخيت، لا يعني ما لسه الراجل ما حصلش هارموني بين الفرقه كلها ولا تثبيت تيم النهارده زي ما بلال بيقول. بس خد بالك في نقطه مهمه برضو يا كابتن شريف، الا وهي الجمهور ضغط على اللعيبه ضغطه صغيره الفتره اللي فاتت. قرص تمام، مش قرص يعني، بس حاسس ان اللعيبه ان الامر لا يستهان به، ان ضياع الدوري العام امر لا غير مقبول على الاطلاق. لا بس في حاجه كمان معلش في النقطه دي، اتفضل. اي مدير فني لسه جاي على فرقه عنصر الوقت مهم جدا 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 بالنسبه له. بس انت احنا دي المباراه الخامسه. لا انا عارف انا عارف. لا انا مش قصدي كده، انا بقول لك ان هو مع الاستمراريه بيبان شغله ماشي، بتزيد نجاحاته. صحيح مظبوط، فاهم. بس تاثيره خد بالك انت في حاجتين مهمين جدا للمدير الفني يا كابتن. ايوه اتفضل. الحاجه الشخصيه، تاثير الشخصيه بتاعته، سماته الشخصيه. بالظبط. والتاثير الفني لفكره على اداء اللاعبين في الملعب. يعني بمعنى انا النهارده بيبان ان شخصيتي قويه ولا لا، ماشي تمام، من سلوك اللعيبه في الملعب، من السبيريت اللي بتاعت اللعيبه في الملعب، من الالتزام بتاع اللعيبه في الملعب، بيبان انا مدرب عنده شخصيه ولا لا. صحيح. ممكن حاجات كتيره فنيه ما توضحش او ما تبانش غير مع يعني الوقت. هي. يعني انا بعمل جمل تكتيكيه، بعمل الكرانه، بعمل الفاولات، بيبان بقى شغل مثلا التحركات العرضيه القطريه، فاهم قصدي؟ الجبهه اليمين بتشتغل ازاي، الجبهه الشمال بتشتغل ازاي، نبتدي نحط على نبتدي نشرح نقول يا جماعه لما خرج محمد داني من الناحيه دي بص علي معلول كان ضامن ازاي في قلب الملعب، فلما اتلعبت الكرة هجمه مرتده على النادي الاهلي كان علي معلول اللي بيغطي، ده التمركز الصحيح. تبتدي تتكلم على الشغل الفني اللي بتاع لكن في شخصيه لازم يفرضها المدير الفني على اللعيبه. ما بقولش انه يزعق ويدي بالاقلام يعني، لكن بقول ان هو يبقى فارض اسلوبه على اللعيبه، يبقى اللعيبه يبان الالتزام في الملعب تمام، تبان الرجوله في الاداء في الملعب. هو طبيعي جدا المفترض ان انت بتلعب في النادي الاهلي عندك التزام، عندك انضباط، عندك شخصيه، ده طبيعي. لكن المدير الفني له انت برضه اللعيب شخصيه بشريه يعني بيعرف محتاج دايما محتاج دايما حد يبقى ايه دايما المصري كمان بالظبط رقابه عليه، محتاج يبقى متراقب، محتاج دايما حد على طول يفوقه، محتاج حد يصحصحه، مظبوط، فاهم قصدي؟ عشان دايما يبقى حاطط نفسه في التراك الصح. صح. تمام. فالنهارده ممكن يكون كولر شخصيته جيده مع اللعيبه تمام، مظبوط. كابتن عادل اتكلم على تصريحاته ما بعد المباراه وان هو ابتدى يبقى التصريحات بتاعته ايه يعني تتناسب مع طبيعه الصحفيين المصريين. أيوه. وده شيء جيد على فكره. أيوه. يعني من الذكاء انك تعرف تتعامل مع الصحفيين. أيوه. بس هو احيانا خلي بالك ممكن صحفي يبقى عايز يغلطك، فاهم؟ جايز. لا في طبعا في شغل الكابتن. انا كراجل صحفي ده انا بعمل تحقيق اسمه تحقيق صحفي او بعمل حوار مثلا. لا بس ده مباراه عايز... ده انا فاهم معاك يا كابتن شريف، لكن يعني انا اجي اقول له النهارده طب انت ليه لعبت الشريف لما هو الماتش اللي فات من البدايه ما سجلش اهداف وكان مثلا او ليه النهارده حسين ليه مثلا يعني انت فين من فلان الفلان يعني في اسئله
خد بالك عادي جدا ان الصحفي يسالها، ما هو الصحفي دوره انه يسال كابتن. لا انا فاهمك حاجه أصد... دي ده ده ايه ده بيبقى بعد المباراه بتبقى بتسمى ايه اللي بيحصل؟ الصحفي مؤتمر صحفي مؤتمر صحفي مؤتمر صحفي يا كابتن، مش مؤتمر فني قصدك، انت قصدك مؤتمر فني او تحليلي او حاجه؟ لا مش فاهمني، انت بتتكلم على ده تحليل مباراه فانت ما تقدرش تقول لي كمدرب، ده ليه قوانين. أي. انت ما تقدرش تقول لي كمدرب انا عملت ليه كده، ما تناقشنيش في حاجه فنيه بتاعتك يعني، ولا تناقشني في ما هنناقش فيها يا كابتن عادل. لا خالص، امال الصحفي هيسالوا فيه؟ ما ينفعش ولا حاجه بره المباراه، انت بيسالوا جوه، ما هيقول لك ما لعبتش كابتن حسيني مثلا، ما تقولش ما لعبتش، يقول له ايه ما لعبتش، يقول له انت لعبت بطريقه ايه؟ بس ممكن انا اقول له، لكن انا ممكن اقول لك لا انا مش هجاوبك، مش انا اللي اقول لك كده، انت عارف مين اللي يقول؟ هو في مره طلع قال انا مش مبسوط من المباراه كلها، انا ما شفتش مباراه زي دي قبل كده. فاكر انت لما طلع من القوانين لما خرج قال لك انا لم ارى في حياتي مثل هذه المباراه والكلام من ده، لا من اللي قدامي ولا من فرقتي. بس انا ما ينفعش اقول له ايه هو محمد طاهر ده ايه ليه متاخر كده في بص كابتن، انت برضو انت مش هتحجر على الصحفي ان هو يسال ايه وما يسالش ايه، ترى مش قدام الصحفي في الوقت ده. ما اقصدش يا كابتن، اقصد ايه يعني، اتفضل خلينا نتكلم على اللي احنا اعتدنا عليه هنا في مصر، تمام؟ مش يعني مش هنخرج بره يعني، لان انت اعتدت يا كابتن عادل النهارده ان في مصر الصحفي بيسال كل الاسئله ومدير الفني بيجاوب، مش عايز يجاوب على سؤال مش هيجاوب، هيقول لا مش هجاوب على السؤال ده، فاهم قصدي؟ فانا قصدي اقول ايه، مره مستر موسيماني ما جاوبش على واحد قال له لا مش هجاوب على السؤال ده، فاهم قصدي؟ بس انت النهارده انت خد بالك انت برضو ايه، ما هو انت لما تيجي تتكلم عن الدوري المصري هتجيبه بسلبياته وايجابياته كلها، ما انت مش دي السلبيه الوحيده اللي او لو حسبناها سلبيه مش تبقى الوحيده يعني، فاهم قصدي؟ فانت النهارده الكلام اللي انت بتقوله ده كلام منطقي، اللي هو ايه، انا بتعامل مع الناس، الميديا شيء مهم جدا، المدير الفني يعرف يتعامل بشكل كويس طبعا جدا، وتكسب الميديا خد بالك ده شيء مطلوب جدا 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 جدا. انا النهارده انا صحفي ممكن اسال السؤال وانا اجاوب الاجابه اللي انا عايز اجاوبها، اللي انا عايزها، فاهم قصدي؟ يعني انت اسال زي ما انت عايز وانا اجاوب الاجابه اللي انا عايزها، فاهم قصدي؟ دون يعني دون الدخول في تفاصيل مختلفه يعني. ولكن اللي انا عايز اقوله من المدير الفني ان دايما المدير الفني لما بيشتغل مع فرقه كبيره هو لازم يبقى عنده الانعكاس ده في شخصيته يا كابتن عادل، يبقى انا مدير فني قوي عنده شخصيه، حتى وخد بالك ولو كانت فنياتي قليله شويه، لو كانت قليله شويه فنياتي، لكن انا طالما انا بتعامل مع النادي الاهلي يبقى انا عارف التارجت بتاعي، الجولز بتاعت النادي الاهلي ايه. مظبوط. انا جاي هنا عشان اخد بطولات، تمام؟ انا بالنسبه لي هنا في المباراه بتاعت النهارده انا عايز اكسب الثلاث نقاط باي طريقه باي وسيله، هكسب الثلاث نقاط ليه؟ لان انا النهارده يا كابتن زي ما حضرتك اتكلمتوا، انت عندك النهارده توقف كاس العالم للانديه، تفرق كتير جدا وانت رايح الاول من وانت رايح التاني او وانت رايح ايكوال، الضغوطات فيما بعد هتفرق كتير، حصل معانا السنه اللي فاتت، خد بالك حصل معانا، كنت احنا متاخرين فابتديت تخش في الماتشات الخصم بيكسب، عندك ضغوطات كبيره جدا، انت عايز تكسب المؤجل وتكسب اللي بتلعبه وتكسب فانت عندك ضغوط كبيره جدا، فتفرق كتير. انا بالنسبه لي كمدير فني وكلاعب النهارده لازم اكسب كل الماتشات اللي عندي، حتى لو اكسبها يعني باي اسلوب، يعني بدون اداء جيد، حتى لو بدون اداء جيد، لكن انا عايز اخلص انا معاك في دي الفتره القادمه دي قبل كاس العالم ان انا اكون متربع على القمه وباكبر فارق من النقاط باذن الله. الخصم اعتقد ان شاء الله مغلوب الى لسه مش عايزين نتكلم دلوقتي لما الماتش يخلص ان شاء الله، بس انا عايز يعني قصدي اقول ايه هو ليه مغلوب يا كابتن، ما انت برضه لازم تحط ليه انت بتحط عليه ضغوط، مظبوط، انت النهارده بتكسب هو بينزل مضغوط فبالتالي التركيز بيبقى مشدود، مظبوط، فبالتالي ممكن الاداء ما يكونش افضل حاجه، مظبوط، تمام، مزبوط. علشان كده بقول لك انت دايما وانت بتكسب لها اعتبارات مختلفه، مش ليك انت بس لوحدك، ده مؤثره كمان على الخصوم، صحيح، حتى في الماتشات اللي بتيجي بعد كده، صحيح. انا النهارده لما اكسب بيراميدز واجي النهارده اكسب امبي، المباراه اللي جايه هتلاقي الفرقه اللي قدامك مش بقى ما بتتجرأش عليك بلغه الكوره، لا يعني خلاص بترجع تاني، والفرق اللي بتنافسك كمان عندك انياب كمان، ده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي، لكن انا بكلمك على الفرقه اللي انت هتقابلها الماتش الجاي، هتلاقيها لا ما بتتجرأش على النادي الاهلي، عارفه انك لما تبتدي تفتح المساحات عشان تهاجم هتاخد، هيبقى عندك بالظبط عقوبه عليه، بالظبط، هتتعاقب النادي الاهلي، هيعاقب، عندك تنوع في الفوز كمان. كابتن شريف لو اتكلمنا عن رجل مباراه اليوم او نجم مباراه اليوم، والله انا طلبت من زجالو يجيب لي نص صوره أفشة ونص صوره ديانج ويحطهم في بعض ويخليهم لي المباراة يعني. نجوم المباراه النهارده. طب لو اخترنا نص منهم النصين ان شاء الله
وانا هكمل لك النصين التانيين. جامع الاجابه ان شاء الله ديانج فيشر. طب كابتن اسامه لو اتكلمنا عن نجم مباراه اليوم. بص انا نفس الماتش فات لما قلت لك في مجموعه لعبت كويس بس في الاخر اختار واحد. ماشي. في معلول ادى كويس، سوليه ادى كويس، ديانج ادى كويس، افشه ادى كويس. ايوه. وبقيه الناس يعني، بس انا بتكلم على الاربعه دول تحديدا. كويس. فلا اديها النهارده لحد جاب جون. ديانج يعني الاثنين الجونين احلى من بعض. صحيح. بس يعني المره دي هديها لديانج. ديانج. طيب ماشي. كابتن عادل عبد الرحمن. اكثر واحد عمل انتاج النهارده ديانج في قطع الكوره، في التسديد، في الاستحواذ، في الدفاع والهجوم، يبقى ديانج. كابتن احمد بلد. ديانج يا كابتن. قولا واحدا ديانج. يعني النهارده هي الحقيقه. قولا واحدا. قولا واحدا. يبقى قولا واحدا نجومنا كبار اختاروا ديانج هو نجم مباراة اليوم. فاصل والرابطة والمعدين بيقولوا كمان الإعداد قالوا لي إن الرابطة كمان اختارت أليو ديانج رجل مباراة اليوم. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيمية لمباراة اليوم. أرجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. شرفنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم. منور كابتن شريف. حبيبي يا كابتن مصر. وكابتن اسامه عربي وكابتن علي عبد الرحمن. كابتن اهلا. بدايه مبروك النادي الاهلي على الفوز والاداء والنتيجه والثلاث نقاط واعتلاء ايضا جدول الدوري. هارد لك لنادي ام بي النهارده كابتن ايمن. قبل ما نبتدي في التحليل هقول الحمد لله بامانه ان هذا الاستوديو التحليلي مش كلام يا كابتن بلال، ولكن اللي احنا بنقوله في الالعاب للمنافس هي نفس الحالات لما بتيجي لينا يا كابتن اسامه او تيجي لنا الاهلي بنقولها بنفس المعيار. انا اللي انا بقول الكلام دوت الاول لان احنا النهارده عندنا حاله من الحالات المهمه قوي 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 اللي انا عاوز اقول ان محمود البنا النهارده لولا كفاءه محمود البنا وفهمه الجيد للقانون وتطبيقه للقانون كان ممكن النهارده يتورط في حاله يخدع. صح. لا انا عاوز اقول النهارده هو قفلت من ورطه الفار. يعني طبعا قفلت النهارده من ورطه الفار في عندما تم استعاده في الفار في الدقيقه 8. هو مين اللي على الفار يا كابتن؟ هو النهارده كان على الفار الكابتن وائل فرحان. ده ليه وقع معانا قبل كده؟ ليه وقعت معانا قبل كده في ماتش الاهلي وطلع جيش. طلع الجيش. ايوه بالظبط. الحكم محمد عادل. ايوه كان حب يورط محمد عادل. ايوه بالظبط كده. نعم كابتن شريف حب يورط محمد عادل. في الاهلي وطلع الجيش كان عندنا حاله ركله الجزاء اللي هي انا قلت مش ركله جزاء واحده، دي ركله جزاء مره واثنين ثلاثه. ايوه والبعض قال ان محمد عادل اتاحت فرصه. هو ما اتاحش الفرصه ولا حاجه، هي اللعبه الاولانيه اللي عامل تاكلنج على رجل اكرم هو ما شافهاش. ما شافهاش. مظبوط. هو شاف الاخرانيه اللي هي حارس المرمى كابتن اسامه لما راح لعب اهمال مع برونو سافي واضحه جدا جدا. صح. حسب ركله الجزاء فوجئنا ان الكابتن وائل فرحان بيستدعي الحكم محمد عادل عشان يغير قراره. كابتن عادل محمد عادل تقريبا بالظبط كابتن شريف انت يمكن اتكلمنا فيها راح 10 ثواني بس كابتن اسامه. صح. بص على البار ورجع طبعا يعني مش مقتنع يعني انت جايبني ليه؟ بيقول عايز يقول انت جبتني هنا ليه؟ ده الكابتن محمود البنا النهارده ثانيتين وحسب ركله الجزاء دي بالظبط. الواقعه الاولى اللي كانت في ماتش وائل فرحان. وانا النهارده عاوز اقول كابتن بلال يعني انا النهارده كمسؤول توزيع المباريات يكون عندي حكم الفار عمل لي مشكله شويه. خلي بالك تدخل الفار للحكم لو الحكم النهارده مش متمكن همشي معاك. صح. عملت مشكله مع محمد عادل في الاهلي طلع الجيش بلاش النهارده تعينه في الاهلي وانبي. طب تعالى النهارده نروح لاول طاقم تحكيم ونتكلم في دقيقه 8 بقى والحوار ده كله وهعمل لك مقارنه جميله جدا جدا كابتن عادل كابتن بلال لان احنا اللي قلناه في ماتش الاهلي وبيراميدز هو ده اللي حصل النهارده في ماتش الاهلي وانبي. خلينا نروح لطاقم التحكيم. كان محمود البنا حكم الموهوب دايما موفق النهارده بنا وكان معاه محمود ابو رجال مساعد رقم واحد كاس العالم وعمر فتحي المساعد رقم اثنين ووليد عبد الرازق كان الحكم الرابع وكان على الفار وائل فرحان والكابتن هاني دولت كانوا على الفار يا كابتن بلال. خلينا نروح للدقيقه 8. يلا هنا الكره بتترفع ياسر ابراهيم تقريبا ملاصق للاعب المهاجم جدا جدا جدا. شوف هنا اللاعب يوطي المسافه قريبه ومش هتكلم في المسافه ولكن هتكلم هنا
هو الكره جت في الايد؟ اه جت في الايد، ولكن يا جماعه عايز اقول حاجه مهمه، مش كل الكره لما بتيجي في الايد يا كابتن عادل تحتسب. طب امتى تحتسب؟ عندنا المعايير اللي احنا بنتكلم دايما فيها، هل الايد هنا هي اولا اللاعب هنا بيحاول يشيل ايديه من الكوره، بيحاول يشيل ايد الكوره، هل الايد هنا كبرت حجم الجسم يا كابتن؟ هل الايد هي راحت للكوره؟ مهم جدا الكلام ده. انا ياسر ابراهيم انا ايدي راحت للكوره، هل انا متعمد؟ ولكن انا هنا ياسر ابراهيم بيحاول يشيل ايده من الكوره، وايضا لما بتيجي الكوره هنا هذا الوضع الطبيعي لايد اللاعب، وهنا كان قرار البنا باستمرار اللعب كان قرار صحيح طبقا لمعايير احتساب مخالفه لعب الكره باليد. كابتن ما احنا كان لينا واحده الماتش اللي فات وقلنا لا هسقفلك هسقفلك يا كابتن وائل. كابتن بلال واحده قلنا لا مش بنالتي. ماشي احنا بس نخلص من دي. اذا هنا انا يا كابتن وائل هذه لعبه تقديريه والحكم هنا امر باستمرار اللعب. حضرتك بتجيب البنا ليه؟ بتجيب البنا ليه في الحاله دي؟ حضرتك بتجيب ليه البنا في نعمل لغط الحاله. اذا هنا ما فيش ركله جزاء هنا. لا ستوب ستوب معلش معلش سامحني. يبقى هنا يا كابتن البنا بقول انا بحيي قرار البنا، حكم موهوب عنده ثقه وعنده شخصيه تحكيميه، الفار هنا لم يؤثر في قرار البنا، كان قرار البنا كان قرار صحيح. عشان بنقول سيد التحليل يا كابتن اسامه محترم وعادل، هروح مع كابتن بلال في حاجه مهمه جدا. هات لنا لعبه الاهلي وبيراميدز اللي احنا قلنا هنا، وكابتن شريف كان قال لي هنا الايد بردك نفس الشيء طالعه. البنا رد عليا النهارده ولينا ركله جزاء، وانا من هنا قلت ايه؟ نفس الشيء. يلا انا قلت ايه يا كابتن؟ هي واحده بالظبط. قلت هذا وضع ايد طبيعي صح. وان هنا قرار الحكم كان قرار صحيح، نفس المعيار اللي احنا قلنا ان هنا مفيش مخالفه هو نفس المعيار اللي احنا قلنا لعبه ياسر ابراهيم مفيش مخالفه. وانا هنا يعني انا سعيد ان اقول الكلام ده ليه؟ لان احنا ما عندناش اختلاف في المعايير يا كابتن عادل صح. دي هنا الحكم شيمون ما حسبش والفار اكد على القرار، ونفس الحاله بتاعت ياسر ابراهيم ان البنا ما حسبش ولكن الفار تدخل بالقرار. اللعبتين هنا مفيش هنا مخالفه لمس الكره بايد، نتيجه افتقاد المعايير الايد لم تذهب، الايد لم تكبر حجم الجسم. حبيت بس اعمل مقارنه لان اللعبتين دولت مهمين جدا جدا. يلا خلينا بعد كده بقى نروح للحالات الثانيه بقى بتاعت المباراه. شوف هنا حاله من المساعد رقم 2 عمر فتحي، يعني كان عنده حالات صعبه النهارده. شوف عمر حكم من منطقه اسكندريه حكم واعد وصاعد. نشوف هنا لحظه اللمسه بس ونقف هنا نشوف هنا هل هناك تسلل كابتن بلال؟ كابتن اسامه ها فين؟ خلي بالك هنا لاعب نادي الاهلي وانا عندي هنا لاعب تمام ادي واحد وعندي لاعب في الاخر خالص اثنين سابق بجسمه اعتقد شريف سابق سنه كابتن سابق بجسمه. هي لعبه صعبه صعبه وانا هنا بقول صعبه ليه؟ لان هنا عمر فتحي حكم الحكام الصاعدين واعدين. انا كده كده لما كل لعبه صعبه كابتن بلال بنمشي مع قرار الحكم المساعد بنعمله سبورت في القرار. دي الحاله الاولى عند عمر فتحي. الحاله بعد كده هو كان عنده اختبارات كتيره جدا النهارده ونشوف الحاله ديت هل هناك تسلل على محمد شريف لحظه استلامه للكره. هو هنا اشار على تسلل ونشوف ايضا عمر فتحي المتميز نشوف عمل ايه النهارده ونشوف لا ارجع لي لمس اللمس بس ها لا دي ما فيهاش ها هنا في تسلل مفيش تسلل برضه لازم يجيب الخطوط فيها شك بس لا لا انا افتكرته هسيبها على احسن الشكل. لا كابتن لان في اللعيب بتاع ابدي رجله الشمال ورا الرجل هنا بالظبط نرجعوا بعد تعالى معايا بس بعد اذنك هنا الرجل هنا كابتن خالد مظبوط هي مغطيه هنا التسلل وبالتالي هنا انا شايف ان هنا كان يجب هو رفع على ده يا كابتن ولا رفع على حسين الشحات لما رفع. لما جري بعد ما حسين مش لا لا بعد ما هو عمل تاني عشان ما قصده على اللعبه التانيه اتكلم على اللعبه التانيه هو عمل دليل القرار في دي انت معايا؟ لا انا اقصد المشي الصوره انا هل هو حسب على دي ولما عمرو لعبها لحسين الشحات كان في موقف سليم حسين الشحات مش حاجه هو لما راح لحسين الشحات ولعبها رجع للقرار اللي هو ايه اللي هي دي. تعال نشوف كده نشوف 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 هنا ماشي هي رجعت هنا ها ها حسين شحات فين؟ حسين سليم جاي من تحت حسين جاي من تحت. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف تمام عمر قضى مباراه كويسه وهنا خلاص احنا الحاله دي خلاص شفناها دي نفس الحاله اللي بعد كده الحاله اللي بعد كده نفس الشيء حاله من الحالات المهمه جدا جدا وشريف بيستلم ها
هل كان في موقف سليم؟ هنا الحكم المساعد رقم 2 اشار على التسلل. هل توجد مخالفه تسلل؟ نشوف. هنا توجد دي واضحه. وهنا بحيي فيها عمر انك انت كان تمركزك كويس وربطت كويس قوي ما بين اللمس وموقف التسلل. 2-1 اوكي كابتن. نروح للحاله اللي بعد كده. هنا ابو الرجال ادى تكنيك ولا اروع بالرايه وادى اتجاه المخالفه على مين يا كابتن؟ ولكن هنا نشوف كمان اسلوب الدخول هنا يا كابتن. بص المهاجمه دي دايما بنتكلم فيها ممكن تعمل اصابه للاعب. شوف هنا وبعدين نكمل في الرجلين وهكذا. فكنت اتمنى ابو الرجال هنا انت خدت القرار، ادي القرار كامل للحكم يا عادل. اديتني المخالفه اديني كمان البطاقه الصفراء، مش انت اللي اديت القرار؟ هنا كان في بطاقه صفراء، الحكم لم يشهر البطاقه، ولكن انا بقول النهارده ابو الرجال انت كنت متميز قوي في القرار الفني، ولكن القرار الانضباطي كان يجب انك انت تديه للحكم في هذا الدخول بتهور في هذه الحاله. اللي بعد كده شوف الحاله اللي جايه. نشوف هنا بردك، هنا في كابتن مخالفه. بص الدخول، الدخول البنا قريب قوي قوي قوي، واعتراض ليس له اي مبرر. وهنا بنا حط ايده على جنب. انا بس هنا عاوز اتكلم في نقطه مهمه. انا في هذه الحاله النهارده شوف هنا طبعا الاشتباكات ما بين اللعيبه والبنا قريب وبيشاهد بشكل كويس، مفيش مشكله خالص. ولكن في الاخر خالص انا بس عاوز اسال كابتن بنا، ما انا كراجل مشاهد عاوز اعرف اديت انذار لمين بالظبط؟ هل اللي ارتكب المخالفه؟ هل اللاعب اللي اعترض ولا حد اعترض؟ مظبوط. عشان كده بقول للحكم ايه، من فضلك بعد انتهاء الاشتباك هات اللاعب المعني. ايوه عشان نشوفه صح، عشان نقدر النهارده نتابع معاك اللاعب ده عنده انذار ولا مش عامل. أيوة. وتدي له البطاقه. دي حاله تعليميه للحكام، شرش الطاقه في وسط اشتباكات اللاعبين عشان احنا مش عارفين انت اديت لمين الانذار. الحاله بعد كده ونشوف. خلاص هنا مخالفه كانت يجب يعني. هنا قفشة وبيعدي وبيمر بشكل جميل ورائع، تمام 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 تمام. وهنا الراجل بعد تسجيل الهدف، هنا بنتكلم على القانون يا كابتن بلال. هنا الحكم بيستنى خالص لما اللاعب بيرجع وبيلبس التيشيرت تمام وبيدي البطاقه الصفراء. هنا بنقول ايه في حاله تسجيل هدف عندما يخلع اللاعب التيشيرت، هنا يجب وجوبي انك انت تنزل. طب السؤال يا كابتن المهم عشان بس نختم، كابتن ايمن، كابتن مالي انت حضرتك مهاجم او كابتن عادل او كابتن شريف او كابتن اسامه، رحت جبت هدف رحت قلع التيشيرت وبعدين الفار تدخل لغى الهدف. لغى الهدف، الانذار يستمر. الانذار يستمر. ناخد بقى تصويت، هل الانذار اللي انا اديته لبلال انا بقول يستمر يستمر ولا طالما الهدف الغاء تم الغائه اللائحه بتقول بعد تسجيل الهدف يبقى كابتن ده هدف ما تسجلش يبقى يتلغي الانذار؟ لو اللائحه بتقول بعد تسجيل القانون بيقول في حاله تسجيل الهدف بعد ما يتم تسجيل الهدف واللاعب خلع التيشيرت. ايوه مش القانون بيقول لك لو اللاعب خلع التيشيرت تمام؟ اللاعب القانون في حاله خلع التيشيرت بشكل عام ولا بعد تسجيل الهدف؟ هو النقطه منوطه بتسجيل الهدف، ما بني على باطل فهو باطل يا كابتن. ماشي. الهدف اصبح غير شرعي فبالتالي ما ينبني عليه يبقى غير شرعي. يعني ما نديش لاعب انذار. طبعا. طيب انا بقول يستمر. كابتن عادل الانذار ده سوء سلوك، دي تعليميه خلي بالك يا كابتن، دي تعليميه للحكام. ده سوء سلوك، سلوك غير رياضي مش سوء سلوك. يعني سلوك غير رياضي فما يتشالش الانذار، خلاص تاخد الانذار حتى لو اتلغى، حتى لو الجون اتلغى الانذار يرجع. كابتن في هذه الحاله القانون قال ايه؟ سواء الهدف تم احتسابه او ما تمش احتسابه الانذار ما زال موجود، لان هنا ده سلوك غير رياضي من هذا اللاعب. مش معنى ان الهدف اتلغى انا ما اديتش انذار، فهنا حتى لو الهدف اتلغى كان قفشه هياخد انذار. معاك كابتن بلال؟ ده كابتن للقانون يا كابتن ناصر. خلي بالك انا كسبت، انا كنت هبقى مع بلال بس انا سمعتها منك قبل كده. انا كسبت ولا لا؟ اه كابتن اسامه وانت كسبت مفيش مش محدش. انا كسبت عشان هو قال قبل كده. عارف انا كسبت ليه؟ عشان السلوك ده سلوك. لا انا عشان انت قلت قال قبل كده. ايوه انا خلصان سمعتها. انا هو قالها لي قبل كده. انا اوضح لك البنا ينجح تماما تماما ويفلت تماما من ورطه الفار قرار جيد ويدل على مفهوم الجيد للبنا لهذه المباراه. اخطاء مفيش اخطاء يعني المباراه بالاخطاء. وان النهارده البنا الموهوب وطاقم التحكيم باستثناء حاله الدقيقه 8 الحمد لله عادت المباراه. مبروك النادي الاهلي، نتمنى والله من قلبنا في هذا الاستوديو
التوفيق للتحكيم المصري باذن الله ان شاء الله، وان اي حكم كابتن ايمن النهارده يتعرض للايذاء او لاي شيء يجب النهارده ان احنا يعني كلنا نقف معاه، وان لجنه المسابقات النهارده تقف جنب حكامنا، وده اكيد طبعا بيحصل. اتمنى التوفيق للتحكيم المصري في القادم، ومبروك للنادي الاهلي. هو نتمنى ان لجنه المسابقات تقف جنب حكامنا، نتمنى الاتحاد كمان يا كابتن، الاتحاد كله بشكل عام، الاتحاد هو الاب الروحي للحكام في هذه المسابقه. شكرا لحضرتك يا كابتن. العفو يا كابتن، شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كعادتك دائما. الله يخليك، ربنا يخليك. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وانبي فالجول في الجوله رقم 12 للدوري المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت فوز النادي الاهلي بثنائيه نظيفه والمحافظه على الصداره منفردا بفارق 5 نقاط عن المنافس بعد تعادل المنافس مع الداخليه 1-1. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق دائما ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد النعم، شكرا يا كابتن، الف شكر. شكرا كابتن ايمن، ومبروك وعقبال اللي جاي ان شاء الله، والف مبروك. كابتن عادل شكرا يا كابتن، امتعتنا. اولا بقول لك مبروك يا كابتن، ومبروك لجمهورنا، وعاوزين نقف جنب الفرقه الشهر ده لانه شهر صعب قوي. على طول ان شاء الله. امور النادي الاهلي معودنا على كده ان شاء الله. كابتن اسامة عربي شكرا يا كابتن، امتعتنا. شكرا ليك يا ايمن، ومبروك واستمرار في الانتصارات، ومبروك الصداره، مبروك لكل من ينتمي للنادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن، امتعتنا. نعم يا كابتن، الف مبروك لك. ايه التواضع ده؟ طبيعي ان احنا الحمد لله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.